الدكتور اللي بيعمل كل حاجه ده مش موجود دلوقتي، واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. هي ديزاين واجهزه وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل ايه، وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. الدكتور كريم مدحت، استشاري زراعه الاسنان والتركيبات الثابته، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز دكتور كريم مدحت. اهلا بيك يا دكتور كريم. نور دكتور. بنور حضرتك يا دكتور ايمن. عايز ابدا الاول معاك، يعني هل طبيب الاسنان في بعض الاوقات يتحول الى طبيب نفسي؟ دي مهمه جدا النقطه دي. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. انا بشوف من وجهه نظري ان علاج المريض او نجاح الحاله اللي انت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحه النفسيه اللي موجوده ما بين المريض والدكتور بتاعه. انا بشوف ان النتيجه دي بتفرق بقد ايه، او الراحه النفسيه دي بتفرق في اكتر من 60%. تمام، هو متقبل الكلام اللي انت بتقوله، أوير وفاهم على وعي بالكلام ده، طالما هو مرتاح لك نفسيا متقبل الكلام ده وفاهم خطه العلاج بتاعتك. وكمان لازم ابقى فاهم الدوافع والدواعي بتاعه المريض ده ناحيه هو بيعمل تجميل، سواء بيعمل تجميل او بيعمل علاج او بيعمل زراعه، اكيد في دوافع ليه. الدوافع دي ممكن تكون للشكل، يعني نتيجة شكل أو مظهر أو شكل مش كويس، ممكن تكون دواعي مرضية. هو عنده مشكلة معينة في المعدة، سوء هضم بسبب سنانه اللي فيها مشاكل كتير. فلازم يبقى فاهمين الكلام ده عشان نعرف نتعامل مع المريض ده ونوصل بيه لأفضل نتيجة تناسبه، ويبقى ساتسفايد 100%، يبقى راضي 100% عن النتيجة دي، وإحنا كمان نبقى راضيين 100% عن النتيجة دي. في عالم التجميل الماتيريال المستخدمة، يعني أقصد بالماتيريال الزاركون، الإيماكس، السيراميك، حسب بقى انتوا الحاجات اللي هي الجديده بقى. ده في حاجه دلوقتي جديده كمان هنبقى نتكلم عليها النهارده، في اللي هو الزيركون الاف اكس المالتي لاير. دي الطفره او التقدم الجديد في عالم السنان. هو بيجمع حاجتين، بيجمع ما بين صلابه الزيركون مثلا، دي الحاجه الموست ريسنت اللي هي اخر حاجه وصلنا لها دلوقتي، ما بين صلابه الزيركون والشفافيه والشكل الجمالي قوي بتاع الايماكس، بتاع الايماكس والبوسفولين. بالظبط. بيديك الاثنين، بيديك الصلابه بتاعته وفي نفس الوقت بيديك الشكل الجمالي قوي بتاع الايماكس. ده مثلا مراحل التطور. هو اصلا نرجع لورا ونشوف مراحل التطور كان ايه. كان زمان الكراون، او ما كانش فيه طبعا فينير من زمان، الكلام ده انا بتكلم من 30 سنه او الكلام ده، 20 سنه 25 30 سنه، ما كانش فيه طبعا فينيرز، ما كانش فيه الكلام ده. كانت كراونز. كانت الكراونز عباره عن متر معدن، طربوش معدني اللي كان بيتعمل في السنان اللي قدام دي، او سنه ذهب، ده اللي هو اسرياء القوم هي اللي بتعمل السنان الذهب. الموضوع تطور لانه ما بقاش شكل جمالي، بغض النظر عن الموضوع بيعبر عن ثراء او عكسه، هو مش شكل جمالي خالص. فبقت الحاجه للشكل الجمالي هي المطلوبه، فبدانا السنه المعدنيه دي او الطربوش المعدني ده نعمل له فيسنج. فيسنج يعني ايه؟ الواجهه بس من بره نحط عليها طبقه بلاستيك. الموضوع اتطور شويه لانه هو مازال لسه مش هايجينيك، لسه مش متلائم مع انسجه البق، مع اللثه، مع الاسنان، مع الحاجات دي كلها، وبدا يعمل مشاكل مع الوقت. فبداوا يطوروا في الموضوع وعملوا الفول كافرج بورسلين. هو برضو القلب بتاعه معدن، بس غطوه كله بطبقه البورسلين عشان يبقى من بره ومن جوه الشكل جمالي. الموضوع تطور اكتر وقالوا لقوا ان المعدن ده، لقينا ان المعدن ده بكل بساطه هو مع الوقت بيعمل ديسكلاريشن، بيغير في لون اللثه على مرور السنين. تمام، لانه بيتفاعل مع اللثه دي بيغير في لونها مع الوقت. كمان هو اسناننا الطبيعيه اللي ربنا خلقها ما فيهاش المعدن ده. فبالتالي انا مستحيل اوصل بحاجه فيها معدن لدرجه 100% تجميل. بعد كده احتاجنا ان احنا نطلع الزيركون اللي عباره عن بلوكس بتتخرط عن طريق السرج، جهاز السرج ده تقدم او الطفره الكبيره. انا بشوف جهاز السرج ده، ده الطفره الكبيره بقى في عالم التجميل والتركيبات والعدسات والكلام ده كله. شلنا المعدن، بقت التركيبات بتاعتنا عباره عن بلوك بتختلف الماتيريال بتاعته على حسب انا محتاج ايه في الحاله دي. انا عندي واحد هيفي بايت، يعني عضته قويه، فمحتاج له حاجه تجميليه بس الصلابه بتاعتها قويه، بنستخدم مع زيركون. عندي واحد تاني، او مثلا هحتاج تركيبات كبيره شويه، هعمل تركيبات يعني اسنان مفقوده بس عدد اسنان كتير شويه. فانا محتاج في الحاله دي مثلا نتكلم عن الحاله دي. الحاله دي بصراحه اتعمل فيها شغل كتير. الحاله دي اللي اتعمل فيها هي معمول فيها عدسات ومعمول فيها شغل ليزر كمان. لان زي ما احنا شايفين السنان مش مرصوصه، الانياب جزء منها في اللثه نازله وجزء التاني طالع. تمام، الفراغات ما بين الاسنان كبيره. تمام، محتاجين اشتغلنا شويه الاول على اللثه، واحنا شايفين هنا في الصوره واضح ان احنا شغالين بالليزر فيها. الليزر ده بقى من اهم التطورات برضو. الليزر ده هو بتقدر تقص اللثه بتاعتنا وبتكويها في نفس الجلسه بدون بينج، بدون الم، وبتشوف النتيجه بتاعته لحظيه.
ننسى بقى الجراحه وننسى المشرط وننسى الكلام ده كله. ليزر رائع طبعا. طبعا اشتغلنا زي ما قلنا في الحاله اللي ورا دي ليزر عشان نرسم شكل اللثه، وبعد ما رسمنا شكل اللثه بتاعتنا بدانا نعمل الفينيرز بتاعتنا عشان يبقى عندنا السيمتري اليمين والشمال زي بعض وشكل الاسنان وحجمها متناسق وطريقه الكلام والنطق طبعا مختلفه لان الفراغات دي قفلناها، ففرقت معاها طبعا ان بوزيتيف واي طريقه كويسه. دي خدت وقت قد ايه؟ حالة زي كده الليزر بس احنا بنحتاج ان احنا بنشتغل في جلسة واحدة وبعدين بنشتغل التركيبات بتاعتنا، يعني بتخلص حالة زي كده في خلال 3 ايام مثلا او حاجة عشان بس نستنى الهيلينج بروسيس او عملية التطور بتاع الالتئام بتاع الليزر. بس ممكن ابتسامة بتاعت انسان تختلف عن ابتسامة انسان تاني حتى لو بينهم تشابه شكلي قريبين في الشكل من بعض؟ تشابه شكلي اوكي، بس هو برضو الابتسامة ما بيحكمهاش الشكل فقط. الابتسامة او تصميم الابتسامة بيحكمها عوامل كتير قوي. بيحكمها غير الشكل، يعني مثلا حالة زي دي التجميل او الناس بتسمع عن هوليود سمايل اللي هي الابتسامة الناصعة البياض، حالة زي دي هي مش ابتسامة ناصعة البياض، الحالة دي تجميل الاسنان اللي فوق كلها جملناها لان طبعا فيها اجزاء مفقودة كتير وكسور وحاجات زي كده. دي ست، هي ست موظفة تمام، بشرتها مش فاتحة قوي، اسنانها مش فاتحة قوي، لو عملت لها حاجة ابيض ناصع اكيد هيبقى المنظر غريب جدا او ملفت، وهي ست كبيره وفي الشغل عندها هي مش عايزه ان حد يبقى ملاحظ شكلها اسنان يبقى حلو، هي تبقى راضيه عنها، هي ناتشرال جدا، ناتشرال جدا يليق معاها، يليق مع بشرتها، يليق مع سنها، يعني يليق مع وظيفتها. اي حد يشوفها مش هيقول انت سنانك انت محافظه على اسنانك، هو ده التجميل. هو التجميل مش نعمل حاجه بيضه باينه، هو التجميل تعمل حاجه كويسه شكلها حلو. ازاي نفرق او بمعنى صح المريض نفسه يفرق بين دكتور ودكتور في التجميل؟ بكل بساطة أنا بشوف الدكتور ده هو عبارة عن إيه؟ حالة زي كده مثلا، دي حالة فينيرز تمام؟ الفكرة إحنا ليه اخترنا فينيرز مثلا؟ وده بيبين الفرق ما بين دكتور ودكتور تاني. أنت جايب حالات حلوة. ليه اخترنا فينيرز؟ برسيل حضرتك يا دكتور. يعني يعني مبسوط قوي وأنت عمال تنقل من حالة لحالة. برسيل حضرتك فيها فن وبساطة، وبرضو عجبني لغايه دلوقتي الناتشراليتي اللي هي الطبيعيه بتاعت الحاله. ما هو ده التجميل، احنا في 2018 دلوقتي مش بندور على اسنان بيضه بتنور، احنا بندور على شكل طبيعي حلو. حاله زي دي اول حاجه بنهتم بيها رقم واحد نتعامل مع المريض وايه الدوافع ورا التجميل بتاعك، نفهم السايكولوجي بتاعته ونفهم هو ايه الدافع ورا التجميل. رقم اتنين نعمل له دايجنوز، نعمل له تشخيص صح. محتاج شغل لثه، محتاج حشوات، محتاج تنظيف، محتاج ايه بالظبط. رقم اتنين نبدأ نظبط الكلام ده كله ونشوف النوع التجميل المناسب ليه. هل هيحتاج زراعة؟ مش هيحتاج لو أسنانه كاملة؟ طيب لو هيحتاج، لو أسنانه كاملة هيحتاج عدسات وهيديله نتيجة أفضل عدسات ولا تركيبات؟ لأن أنا بيجي لي ناس دكتور أنا شفت العدسات وأنا عايز أعمل عدسات. ما هو حالتك مش هينفعها عدسات، العدسات دي برضو هي ليها مجموعة قواعد عشان تعملها لازم تمشي عليها. متوفرة عند حضرتك القواعد دي بقى هتتعمل، مش متوفرة مش هتتعمل. لو مشيت بالتكرار ده أو بالستبس اللي بقول لحضرتك، وطبعا أهم من ده كله لازم يبقى فريق عمل، الوان مان شو، الدكتور اللي بيعمل كل حاجة ده مش موجود دلوقتي. واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل أي حاجة من الحاجات دي كلها. المفروض إيه اللي بيحصل؟ المفروض كل في تخصصه. احنا قلنا تشخيص، تريتمنت بلان تتحط، ويبقى دكتور التجميل ده مايسترو بيشغل حبة ناس حواليه، دكاتره حواليه، زملاء ليه اللي بيشتغل على اللفه واللي بيشتغل على الفينيرز بالظبط عشان نطلع النتيجه الممتازه. بيفرق عن ايه في ايه؟ زي ما بقول لحضرتك دكتور بيمشي بالمنهج ده ودكتور تاني ما بيمشيش بالمنهج ده، اكيد نتائج مختلفه خالص. في بقى دايما في عقول دلوقتي الناس استفسار عن القشره التجميليه، مين اللي ينفع له قشره تجميليه، وخصوصا الناس بتتلخبط بين القشره والكراون. القشره دي مبدئيا نعرف للناس القشره عشان يبقى عندها فكره هي ايه القشره التجميليه. القشره التجميليه دي هي عدسه خزفيه خالص بتتصنع من ماتيريالز كتير تجميليه، ايماكس اشهرهم تمام، بتتلزق على السطح الخارجي للاسنان فقط. الهدف منها لو مثلا في كسور صغيره في الاسنان، يعني مثلا مش نص سنه مكسوره، كسور صغننه في الاسنان زي كده، كسر في السنتين دول، بنبدا نحضر الاسنان او بنحضر السطح الخارجي، بنعمل له تخشين بسيط كده، دي الانواع المتطوره كمان من العدسات، تخشين بسيط للسطح الخارجي من بره، وبعد كده بنبدا نعمل الديزاين دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين عشان نشوف العدسه دي. طبعا دي كلها مراحل التحضير، حضرتك الاول بتخشن وبعد كده بتنعم السطح ده بطريقه معينه عشان مرحله لزق العدسات لما تيجي تلزقها عليها تمام.
بتعمل لها دي اس دي اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين على الكمبيوتر، بتصمم شكل العدسه دي هيطلع عامل ازاي والضحكه دي كلها هتطلع عامله ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو ده، هو الكسور اللي في الاسنان هي كسر صغير، لكن لو كسر اكبر من كده نص سنه مكسوره احنا خرجنا بره الفينيرز، ودي المعضله اللي احنا بنواجهها مع المرضى وفي التعامل معاهم، ان احنا نشرح لهم ازاي نقدر نوظف العدسه بشكل صح. بنبدا نحط الماتيريال بتاعتنا بتاعت اللزق ونعمل لها كيورنج، يعني ننشفها بالليزر ده ونلزقها على سطح الاسنان، والكلام ده كله بياخد وقت بسيط جدا 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 جدا، وما فيهوش طبعا اي مجهود. زي ما قلنا احنا بنحافظ على السنان بتاعتنا من غير ما نبرد فيها كتير. ونبدا نظبط. ما فيش دلوقتي فينير بدون تحضير؟ لا، ما فيش حاجه اسمها بريبلس بدون تحضير، دي مش موجوده. هو زي ما بقول لحضرتك اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل فينيرز بتخانه 0.4 ملم. التخانه دي 4/10 ملي، اقل من نص الشرطه الصغيره اللي على المسطره. دي بتحتاج ان احنا نعمل ايه؟ بنخشن السطح الخارجي للاسنان. حاله زي دي، دي حاله مثلا الاسنان فيها مرصوصه الى حد ما، لكن بتعاني من تسوسات وفراغات وحاجات زي كده، تمام؟ تصبغات في الاول، تصبغات طبعا. بنبدا الاول اشتغلنا على اللثه، لان طبعا الحاله دي فيها نسبه صغيره من الضحكه اللثويه عشان نكبر حجم الاسنان شويه. بعد كده بدانا نعالج التسوسات والحاجات دي كلها، وبعد ما عملنا الكلام ده بدانا نعمل العدسات بتاعتنا، وطبعا اللون والديزاين على حسب شكل البيشنت، ملامح وشه، وظيفته، تمام، لون بشرته، الحاجات دي كلها. سؤال دايما عن العمر الافتراضي للعدسه، يعني في ناس عندها اعتقادات ان العدسه مش هتستحمل كتير. لا، بتستحمل طبعا. بص يا دكتور، انا مقتنع دايما بحاجه صغيره. اجابه الموضوع ده هو عباره عن شقين. الشق الاول الدكتور، الشق الثاني المريض نفسه. ازاي الدكتور انه يقوم يبقى دارس طبعا كويس قوي وعارف هو بيعمل ايه ومتخصص في اللي هو بيعمله، ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي هو بيعمله يعمله مظبوط، ما يبقاش فيه مشاكل، العدسات دي تبقى مقفله كويس قوي، اللثه نكون اهتمينا بيها قبل ما نعمل العدسات بتاعتنا. ما هو الاسنان واللثه هما دول القواعد او الاساسات اللي انا ببدا ابني عليهم عمليه التجميل بتاعتي، يعني مش مجرد قشره احنا بنلزقها. لو حضرتك اهتميت كدكتور بالحاجات دي كلها ومشيت بيها بخطوات مظبوطه كده، انهيت الشق اللي عليك. طب الشق التاني ايه؟ الشق التاني اللي قلناه بتاع المريض. ايه المطلوب من المريض؟ العنايه بصحه الفم والاسنان بتاعته، اللي هم ايه؟ اللي هو غسيل الاسنان، وفي بعض الاحيان بنحتاج نستخدم ماوثوش، ويا ريت كمان لو نضيف عليها الثقافه اللي للاسف احنا بنفتقرها، بنفتقر ليها. هي ايه الثقافه دي؟ ثقافه التشيك اب. والمفروض بره في اوروبا وفي امريكا وفي الكلام ده كله، كل 6 شهور المفروض بتعمل زياره للدكتور بتاعك، سواء دكتور اسنان او دكتور باطني، بتعمل مجموعه تحاليل ومجموعه اشعاعات تشيك بيها على نفسك، تطمن على سلامه صحتك، عشان لو عندك مشكله اكيد علاجها هيبقى اسهل واسرع واوفر. طبعا لو هنتكلم على الشق المادي، اوفر بكتير من انك تعالجها في مرحله متاخره. ليه؟ هتلحقها قبل ما توصل لتوابع ليها. هي دي الفكره كلها. اللثه كررتها كتير النهارده. ايوه طبعا، كل حاله تقول لي ايه، دخلنا على اللثه نظبطها، دخلنا على اللثه عشان الابتسامه اللثويه، دخلنا على اللثه فيها طبعا. ايه اهميه الناس على فكره مهمله اللثه في مصر بشكل كبير، انا شايف ده كويس، ده حقيقي فعلا. هقول لحضرتك حاجه، انا بشوف ان اللثه جزء لا يتجزا من التجميل، تجميل الاسنان. ما هو الكادر بتاعنا عباره عن ايه؟ الكادر بتاعنا هو الجزء ده، مكون من شفايف، اسنان، لثه. لو عملت اسنان حلوه جدا، اسنان حلوه جدا جدا وما فيهاش اي مشاكل وشكلها تحفه، بس مثلا عندنا ضحكه لثويه، اول ما الحاله اللي قدامك او الحد اللي قدامك ده هيضحك، حضرتك مش هتشوف الاسنان الجميله اللي احنا عاملينها وتعبانين فيها وبازلين مجهود فيها. لا، حضرتك هتشوف ايه؟ هتشوف اللثه بتاعته الكبيره. حاله زي دي مثلا، دي حاله بنعمل لها تجميل، مش كل التجميل عباره عن فينيرز وكراون، في تجميل تاني عباره عن تقويم. حاله زي دي تقويم، بس للاسف الحاله دي عندها ضحكه لثويه وعندها حاجه اسمها هايبر بلاستيك جينجيفا، هي اصلا عندها ضحكه لثويه، ده رقم واحد. رقم اتنين، بسبب التقويم هي مش بتهتم بصحه سنانها، فحصل عندها حاجه اسمها اوفر جروث للثه، اللثه بتاعتها حصل فيها نمو، نمت زياده عن اللزوم. فلو بصينا في الصوره اللي فوق، لو بصينا في الصوره اللي فوق يا دكتور ايمن، هو اوريدي سنانها مرصوصه، وده باين من الصور اللي تحت، يعني التقويم عامل معاها نتيجه كويسه. لكن فوق، هل حضرتك شايف اي حاجه من الاسنان المرصوصه الكويسه دي؟ لا، لا، احنا شايفين لثه فقط، لثه شكلها مش حلو. عملنا ايه؟ الليزر في اقل من ربع ساعه بدون نقطه بنج واحده، بدأنا نشتغل الأول على اللثة بتاعت الفك اللي فوق، تمام؟ بعدين استنينا، والسيشن تول اللي هي الصورة اللي جنبها على اليمين فوق دي بعد ما اشتغلنا في نفس المرحلة، تمام؟ في نفس السيشن، في نفس الزيارة. اللي بعدها كانت الفولو أب بتاعت الفك اللي فوق، وبدأنا كمان نشتغل في الفك اللي تحت اللي هي رقم 4 اللي تحت. الصورة الأخيرة اللي تحت دي، ده الفولو أب بتاع فوق وتحت، ولسه كمان اللثة دي بقت أحسن، واحتمال نشتغل كمان جلسة كمان عليها، تمام؟ اللي أنا أقصد أقوله إيه؟ حتى لو عملت تجميل لأسنانك وعامل تقويم وبترص اسنانك، بس لو اللثه بتاعتنا
مش مهتمين بيها ومش مرسومه هي كمان مع الاسنان اللي احنا بنحاول نرصها، النتيجه بالنسبه لنا ايه؟ مفيش اي نوع من انواع التجميل. التكنولوجي بقى ساعدتنا ان احنا نسهل الموضوع على الحالات بتاعتنا وعلى نفسنا وعلى المرضى بتوعنا، زي ما بقول لحضرتك في نو تايم، مفيش وقت، حاجه بسيطه خالص، وقت قليل جدا، مفيش بنج، مفيش الم، مفيش مشرط، مفيش عمليه جراحيه، مفيش خيط، مفيش الكلام ده كله، ده كله سهل الموضوع علينا. يبقى لازم طبعا نهتم بالأسنان. التركيبات قيمه مهمه جدا في عالم تجميل الاسنان، وقسم التركيبات تحس ان هو قسم كده زي الزراعه، يقول لك انا الزعيم، الزراعه يقول لك لا ده انا الزعيم. هو مش زعيم، انا بشوف الاثنين بيكملوا بعض. الاثنين كتفهم في كتف بعض وبيكملوا بعض. ما هو الزراعه والتجميل، يعني الزراعه والتركيبات ما ينفعوش واحد لوحده. في حالات تنفع تركيبات، وفي حالات تنفع زراعه، وفي حالات لازم الاثنين مع بعض. تمام. وفي حالات الزراعه، هي الزراعه مش بتكمل من غير تركيبات، ده مبدئيا. يعني الزراعه بتاعتنا، عمليه الزراعه بتاعتنا ما بتكملش ابدا من غير تركيبات. تمام. مثلا عندنا حاله زي ما قلنا فقد الاسنان فيها عدد كبير قوي من الاسنان، انا مش هقدر اعمل تركيبه ثابته هنا، لان بكل بساطه لو عملت تركيبه مهما بلغت قوتها وما بلغت متانتها، انا بعمل مشكلتين كبار هنا. المشكلتين دول واحده للتركيبه وواحده للاسنان اللي انا بعمل عليها التركيبه دي. هو ربنا خلق لنا الاسنان دي بعدد معين وبتوزيعة معينه، مش هباء، لا، هو كل سنه من دول تقدر تستحمل لود معين. لما انا مثلا عندي مجموعه اسنان مفقوده كتيره، زي ما احنا سايبين مثلا في الانيميشن ده مجموعه اسنان مفقوده كتيره، ده سنه واحده بس. دي اللي احنا هنتفرج عليه ده دلوقتي، دي سنه واحده بس هي اللي مفقوده، والنوع ده من الزراعه تحديدا اسمه الزراعه الفوريه. اللي هو عندنا جذور او اسنان فيها مشاكل مش هينفع انها تتعالج، بنخلع السنه دي وفي نفس الجلسه بنحط الزرعه بتاعتنا، وبنعمل يا اما طربوش فاينل، يا اما بنعمل حاجه تمبري، حاجه مؤقته بتبقى شكلها حلو جدا جدا جدا، يقدر المريض بتاعنا يمشي بيها او يتعايش بيها. ده حاجه تانية خالص، دي طريقه علاج نفس المسافه دي بالتركيبات الثابته. تمام. احنا بنحضر سنه جنبها والسنه الناحيه الثانيه، ونعوض السنه المفقوده دي بانها متعلقه في التو كراونز دول. تمام. التركيبات، الجزء اللي حضرتك شايفه ده، دي مشاكل التركيبات اللي مش معموله مظبوطه. اللي هي ازاي؟ التركيبه بتاعتنا السنان مش متحضره كويس. تمام. فبالتالي تبدا تسرب اكل، تبدا تاكل السنان اللي تحتها، وتعمل لنا خرانيج زي ما حضرتك شايف، تعمل لنا مشاكل. مع الوقت المشاكل دي كلها ممكن تؤدي لكسر السنان، وتؤدي طبعا ان العظم بتاع الفك نفسه يكش زي ما احنا شايفين. الزراعه بتتميز عن التركيبه في الحته دي. لو عندنا الجزء المفقود ده، احنا ممكن نحط الزرعيه في العظم المفقود ده، هنستفاد بيه رقم واحد في السن، مكان السن المفقوده، رقم واحد هنستفاد ان احنا عوضنا السن المفقوده، رقم اتنين هنستفاد ان احنا حافظنا على العظم في المكان ده بدون ان هو يكش، لان الزرعه لوحدها هي بتحفز عظم ان هو يبني. فهنا التركيبه ممكن تبقى رائعه، بس لازم تتعمل صح. ما هو احنا دايما قلنا، او في الاول اتكلمنا، قلنا كل حاجه عباره عن شقين. الدكتور يعمل الجزء بتاعه، والمريض يعمل الجزء بتاعه. تمام. كنا بنتكلم عن الزراعه والتركيبات ان هم حاجتين بيكملوا بعض. تمام. الزراعه مثلا لو عندنا حاله فقد اسنان كامله، تمام، او عندنا اسنان بس الاسنان دي بتتلخلخ، هعوض له ازاي سنانه اللي مفقوده على اسنان بتتلخلخ او على ما فيش اسنان خالص؟ هعوضها له ازاي؟ الحل ساعتها البديل بالنسبه له بيبقى المتحرك، اللي انا شخصيا ما بحبوش، لان انا ما بشوفوش هو ده الحل. بالعكس، الاذى بتاعه يعني. الطقم. الاذى بتاعه اكبر بكتير جدا يا دكتور من ان انت تفضل بدون سنان. لسبب، هو بيريح على اللثه وبيعمل فيها التهابات مستمره، وكمان بيريح على العظم اللي بيخليه يكش اسرع. فبيخلي عمليه الزراعه قدام لو فكرنا فيها اصعب كمان. كلمه زراعه حديثه، الترم ده هو يعني يوحي ان في زراعه قديمه. تمام. إيه يعني هو بكل بساطه الزراعه الحديثه والزراعه القديمه، الفرق ما بينهم التكنولوجي اللي دخلت. بكل بساطه، كان زمان الزراعه عباره عن المسمار او الزرعه المصنوعه من التيتانيوم، وبتتحط وبنستنى عليها. كان زمان بنستنى لست شهور عشان خاطر العظم يلتئم عليها. التطور او التكنولوجي اللي حصل ان احنا بدانا نعمل حاجه اسمها سيرفيس تريتمنت، اللي هو معالجه السطح للزرعيه دي نفسها. بتختلف فيه طبعا من شركه لشركه تانية، بس هي الفكره كلها معالجه السطح دي عباره عن ايه؟ بنعرض الزرعيه دي لاشعه جاما، بنغير في الديزاين بتاعها، يبقى فيه فيرتيكال جروف كده في الزرعيه، يعني حفره بطول الزرعه، عشان الزرعه دي تقوم بوظيفتين. رقم واحد، وحضرتك بتحط الزرعيه دي او بتربطها، هي بتقطع في العظم ده وبتدخله في الجروف ده. طب ده هستفاد بيه ايه؟ ده كلام بالنسبه للناس اللي بتسمعه ده كلام يخوف، لكن هو بكل بساطه الديزاين ده بيساعد ان الزرعيه دي تلتئم اسرع، لانه العظم اللي هو بيشيله وانت بتحط الزرعيه دي هو بيتكبس على الزرعيه دي نفسها. فبيديك ثبات مبدئي للزرعيه اكتر، وبيديك الفرصه بتاعه الزراعه او التحميل الفوري، انك تحط زرعيه وتحط عليها الكراون. او كمان من الاضافات اللي ضافتها التكنولوجي اللي بقول لحضرتك عليها بتاعه معالجه الصح، بتاعه الديزاينز المختلفه بتاعه الزرعات،
ان انت دلوقتي بدل ما كنا بنستنى 6 شهور عشان خاطر احط الكراون بتاعي على الزراعيه دي, احنا دلوقتي بنتكلم من 6 ل 8 اسابيع بتقدر على طول انك تعمل ايه, تحط الكراون بتاعك على الزراعيه دي, ما تستناش 6 شهور زي الاول. الانيميشن اللي قدامنا ده او الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح ايه, درس اتخلع بقاله فتره طويله جدا جدا جدا, ما اتزرعش مكانه او ما اتعملش مكانه حاجه. طب النتيجه بتاعته ايه؟ النتيجه بتاعته ان العظم كشف الحته دي. زي ما احنا شايفين كده, احنا عايزين نعوض الكلام ده, بنعمل ايه بالنسبه لحاله زي دي؟ عندنا فيرتيكال بون لوس, يعني فقدان للعظم كبير جدا بالافقي, يعني فقدان قصدي عمودي, تمام. بنعوضه ازاي في حاله زي دي؟ دي حاجه اسمها بون بلوك. بناخد جزء من عظم, لو عندنا فقد كبير قوي للعظم بالمنظر ده, بناخد جزء من العظم من الضلوع, تمام, او من عظم الحوض, وبنبدا نحطه نثبته بمسامير, وبعد ما العظم ده يلتئم في خلال من 4 ل 6 شهور نبدا نحط الزراعيه بتاعتنا. تمام. اول طريقه تانية اللي عالجناها زي ما شفنا نوع تاني من العظم, بنعمل زراعه للعظم بس مش بوم بلوك, عظم بيبقى شبه الباودر كده, بنحطه في الاماكن لو ما عندناش فيرتيكال بلوس, اماكن دي نعوض بيها الزراعيه, عظم صناعي. تمام. وده دلوقتي كمان او النوع اللي ما بقى نوع تعويض العظم اللي ما بستخدمش فيه البوم بلوك او قطعه العظم اللي بحتاجها من 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 الحاله نفسها, بقدر ان انا احط زراعيه في المكان ده واكمل عليها عظم, وكمان الكلام ده اسيبه زي ما بقول لحضرتك 6 ل 8 اسابيع ونقدر نحمل على الزراعيه. حاله زي دي, دي كل الفم كانت دي سيده, تمام, ست. القصه كلها ان هي عندها مشكله صغيره خالص, هي مريضه سكر وللاسف مهمله فيه. فجت لنا وبدات تتكلم معانا ان هي عندها مشاكل بقى لها يمكن اكتر من 5 سنين او 6 سنين. بتعاني من ايه؟ بتعاني من مشاكل في معدتها, لحد ما راحت لدكتور وقال لها لا انا شايف ان انت مش هتتعالجي, انت بقالك 5 سنين بتتعالجي. طب انت مشكلتك ايه؟ نبدا نصور عن ندور على المشكله من جذورها. انت بتدوقيش الاكل, فبالتالي عندها عسر عظم وعندها مشاكل في معدتها وعندها وعندها وعندها, وعندها. فبدات تلجا ساعتها انا عايز احل مشاكل. طبعا الحل الاولاني اللي هو الاسهل واللي المريض بيختاره في الاسهل او اللي الدكتور بيقترحه عليه طبعا الطقم. مشت بالطقم بتاعها, ما كملتش يمكن 3 اسابيع وجت بتشتكي من التهابات رهيبه في اللثه. بدأنا نعالج اللثه بتاعتنا دي. طبعا في الاول بنعمل لها اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه دي هي اللي بتخليني امسك عظم الفك ده كانه في ايدي واشوف ابعاد العظم, ارتفاع وعرضه, لان على اساسه بحدد احنا هنحتاج كام زرعه نحطها. احنا الفك الواحد بنعوضه من 6 ل 8 زرعات, مع ان الفك الواحد فيه 16 سنه وضرس, بس بنقدر نعوض ال 16 سنه وضرس دولت بايه؟ ب 6 ل 8 زرعات, تمام, بتوزيع هندسي معين. بنوزع اماكن الزرعات دي بطريقه. الحاله دي حطينا فيها 6 زرعات فوق و6 زرعات تحت, وبعد ما حطينا الزراعات دي حطينا التركيبات بتاعتها اللي تحت. طب الحاله دي خدت قد ايه؟ كان عندها زي ما بقول لحضرتك فقد في العظم كبير, فاحتاجنا ان احنا نحط الزراعات بتاعتنا, واستنينا عليها شويه. استنينا عليها قد ايه؟ 6 اسابيع. بعد ال6 اسابيع جينا وعملنا التركيبات بتاعتنا بالمنظر ده. بالمناسبه الصوره اللي تحت على اليمين دي من الصور اللي بحبها جدا, لان انا بحب الانطباع الاول للبيشنت للعيان بتاعي اول ما يشوف اول ما يشوف نفسه في المرايه. دي كانت صورتها اول ما شافت نفسها في المرايه, ضحكه طبيعيه جدا, هي فرحت جدا بسنة. طبعا غير من شكلها ومن ملامحها ومن ابعاد الوش نفسه. ده يوريني السكر ما يمنعش الصراحة. ما يمنعش طبعا. طبعا طبعا دي برضو حاله فيها برضو احنا عندنا اللي موجود هم السنتين اللي فوق على الشمال دول, كام سنه, سنتين او 3 فوق على الشمال, ومعمول عليهم تركيبات كمان سيئه. بدانا ان احنا نعالج فيها ونزرع, نحط الزراعات بتاعتنا. بس الحاله دي كانت زراعه فوريه. يعني ايه زراعه فوريه وتحميل فوري؟ حطينا الزراعات بتاعتنا, كان عندنا حجم عظم هنا يسمح بان احنا نعمل كده, عندنا ابعاد عظم كويسه وجوده كثافه كويسه. سنه كام ده؟ درجه الكبير شويه ده كان عنده 62 سنه. مش كبير, سن صغير. مش 62 حلو يعني بس يعني فقد السنين في السن ده مش بالحجم ده معناه انه الموضوع بدأ من فترة طويلة. طبعا بدأ من فترة طويلة. ما هو القصة دي جت بعد ما برضو فشل موضوع المتحرك. المتحرك ما حدش بيرتاح فيه. ما حدش بيرتاح فيه. ما بيقدرش يكمل سنة واحدة بالمتحرك. مزعج جدا طبعا. وبيبدأ يفقد السنين. يعني لو عندنا مثلا سنتين زي كده, هو كان عنده سنتين بالمناسبة فوق, بس كان عامل فيهم المشابك بتاعة المتحرك. بكل بساطة المتحرك ومع كل عضة او مع الكلام او مع المضغ او مع الحاجات دي كلها, المشابك دي كأنها بتخلع السنة. شهر 2 3 4 5 السنة دي خلاص انتهت وضاعت. فبالتالي لقى نفسه ان هو بيفقد اسنانه سيريال واحده. والراجل مستمتع جدا, هو اسنان جميله مزروعه طبيعي شبه طبيعي, قدر ياكل, قدر يقابل الناس, قدر يتعامل, قدر يعني. السنان دي او الحاله دي عملناها, انا متذكر جدا الحاله دي لانه كان عملها قبل فرح ابنه. هو بقى الفرح بالحرام. فهو كان مهتم قوي يخلص القصه دي. دي من الحاجات اللي لازم نهتم بيها جدا يا دكتور ايمن. ظروف المريض بتاعنا ايه؟ وديت الحجم العظم سمح لنا ان احنا نعمل الزراعه الفوريه.
دي برضو من الحالات الكويسة أوي. دي حالة تانية من الزراعة برضو. كلهم فك كامل. فك كامل، الفك كامل، ما هو دي الحالات اللي بيبان فيها الفرق الكبير جدا 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 ما بين وجود زرعات. يا دكتور أيمن، الفقد الأسنان مش بيأثر بس على المعدة أو على الأكل زي ما ذكرنا، لا دي حالة برضو فك كامل فوق وتحت، وزي ما حضرتك شايف الفرق ما بين فوق وتحت. العظم الإنسان أو الوش، العظم ده هو الشاسيه اللي بيتشد عليه العضلات بتاعة الوش ويديك المنظر. كل ما فقد الأسنان ده يبقى موجود، كل ما الكرمشة وعمليات التعامل يعني التقدم في السن علاماته تبقى موجودة وظهر أكتر. الأسنان هي بتبدأ تشد عصل عضلات الوش دي تاني، وتبدأ ترجع البني آدم 10 سنين لورا، تصغره 10 سنين لورا. ده بالنسبة للشق التجميلي بتاعه، دي برضو حالة حلوة جدا جدا جدا. دي حالة 12 زراعية، 6 زراعات فوق و6 زراعات تحت بالتركيبات بتاعتهم، بس دي كانت حالة متأخرة شوية، يعني أخرنا التحميل عليها شوية، لأن زي ما قلنا برضو إحنا اللي بيتحكم في موضوع تحميل على الزراعات أو التركيب التركيبات بتاعتنا على الزراعات وضع العظم بتاعنا. بنعمل أشعة مقطعية، نعمل دراسة جامدة قوي 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 للحالة دي، ونبقى فاهمين بالظبط إحنا هنعمل إيه، بعد كده أقدر أحدد للحالة بتاعتي دي إحنا هنقدر نزرع في قد إيه وهنحمل في قد إيه. الحالة دي هو كان عنده أسنان بس هي عبارة عن جذور، جذوره طبعا عاملة مشاكل كتير. دي الحالة دي استخدمنا برضو معاها الزراعة، بقينا نخلع الجذور دي وعملنا زراعة فورية، لكن أخرنا التحميل بتاعها برضو شوية، لأن الأسنان اللي كانت محجودة دي أو الجذور دي كانت عاملة خراليج وأكياس دهنية، فاحتاجنا إن احنا نزرع عظم، واحتاجنا إن احنا نستنى شوية عشان العظم والزرعة تلتئم العظم بتاعه عليها. وطبعا في الفترة دي بنعمل حاجات مؤقتة بيبقى شكلها حلو جدا، تركيبات مؤقتة شكلها حلو جدا، يقدر يتكلم وياكل ويتعايش بيها جدا جدا جدا، لحد ما في الآخر بنوصل للشكل الجميل ده. لو شفنا حالة التركيبات عشان برضو نقارب بين التركيبات والزراعة، لأنه مش مقارنة، هي الزراعة التركيبات بتكمل الزراعة لما بتحط عليه، لكن لو الحالة تركيبات أساسا من تمام. الأول تمام. طبعا برضو الأساليب الحديثة بتخدمك في التركيبات زي ما خدمتك في الزراعة. أكيد 100%. التركيبات الحديثة دلوقتي حالة زي كده، الحالة دي أولا هي ما ينفعهاش قشرة لسبب صغير، عندنا مسافات كبيرة وعندنا فقد بأسنان كتير. يعني هي الحالة دي مثلا هي حالة هي مولودة بفقد الأسنان دي، هي ما فقدتش أسنانها، هي مولودة بشكل الأسنان أسنان. ده بالظبط الأسنان ناقصة عندها. طب نعمل إيه؟ بكل بساطة بناخد حاجة مقاس مبدئي، ده بنعمل بيه ايه؟ ده حاجه اسمها ستادي كوست، احنا بنعمل عليه دراسه، يبقى عندنا شكل الاسنان ده كبس، احنا بنقعد نعمل عليه دراسه، وبعدين بندخل الصور دي كمان على سوفت وير جديد اللي هو دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين، بنبدا نرسم شكل الاسنان هيبقى عامل ازاي قبل ما نعملها. وبعد ده كله بنبدا نحضر الاسنان بتاعتنا بالطرق اللي احنا قلنا عليها وبالقواعد اللي اتكلمنا فيها، وبعد ده نركب الاسنان بتاعتنا دي. حضرتك طبعا شايف الفرق الكبير اللي ما بين فوق وتحت، من مجموعه اسنان صغيره شكلها يعني غريب شويه بالظبط لاسنان مرصوصه وشكلها جميل. ودي تركيبات، دي تركيبات كراونز كلها. ما هو الميزه يعني الحاله دي مثلا كانت زيركون اللي هو النوع اللي بكلم حضرتك عنه اللي هي الزيركون الاف اكس المالتي لاير، ده النوع الجديد. حاله مثلا زي دي، الحاله دي عنده دايستما اللي هو الفلجه اللي ما بين الاسنان بس عنده كبيره قوي، دي ما ينفعش ابدا اعوضها بقشره، مع ان هي في بعض الاحيان بينفع نعوضها بقشره، بس في الحاله دي لا، القشره طبعا مش هتستحمل، عوضناها بتركيبات. والكراونز دي اي ماكس شايف حضرتك، واشتغلنا على الاسنان الاماميه الاربعه. ليه؟ عشان بكل بساطه لو اشتغلنا على الاثنين اللي قدام دول بس هينتج عندنا سنان عريضه وشكلها غريب، احنا عايزين نعمل تجميل. فبدانا ان احنا نكبر السنان اللي جنبهم دي شويه ودي شويه، طبعا ببروبورشنز بمعايير معينه او مقاييس معينه مش هباء، نكبر الاسنان دي شويه على اساسها نكبر الاسنان اللي جنبها شويه. هي ديزاين وأجهزة وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل إيه، وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. لو عندنا الـ 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 الخلطة دي كلها مع بعض، عملية تجميل ناجحة جدا طبعا. أسعدتني بهذه النزهة الجميلة في عالم طب الأسنان. أنا اللي دايما سعيد مع حضرتك. لا لا بجد يعني من ناحية الـ 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 بس استفدنا حاجة وإحنا بنشوف كده سواء القشور أو التركيبات أو الزراعة، إنه التكنولوجيا مهمة جدا، دراسة الماتيريال مهمة قوي، التحديث اللي بيحصل في الماتيريال مهم جدا، حرفية الدكتور، الحرفية والرسم وازاي الخيال. يعني انت يعني في طب الأسنان دلوقتي قيمة الخيال، خيال مش الخيال العلمي، يعني الخيال ان انا اتخيل المفروض يتم في اسنانك، خصوصا مثلا في الحالات الأخيرة ما انت عايز توازن في فلجة تعدي، يعني هواء طلق هنا في الحتة، انت ازاي هتوسع السنتين؟ وبعدين حكايه الفلجه دي مش حلوه، يعني برضو لو واحد يقول لك ايه لا انا محتفظ بيها يا عم دي، لا مش حلوه، لا اصلها بتميزني، مش حلوه، اصلها بتجيب لي الرزق. يا سلام في الفلجه بتجيب لك الرزق، يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، يعني مش حلوه،
نورتني يا دكتور كريم. حضرتك كده الفلجه مش حلو خلاص. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت كان مبدعا في الدكتور. خليكم مع الدكتور. مشواره الممتع دائما الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. ازاي اميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من غضروف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضيه الكبيره انا لازم اتشخص عشان اعرف اتعالج. في ناس تبدا شكوتهم الاولى ان بيجي لهم رعشه في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجة لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع ثمنه وانت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 الى 90% من مشاكل الغضاريف في اولها بتيجي بالعلاج. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، سعيد جدا بتلبيتك الدعوة وشرفت الدكتور كالعادة وتسعدنا بحوارك دائما. ربنا يخليك دكتور ايمن، كتر خيرك. عايز ابدا الاول يعني الناس اللي هم عندهم قوه عضليه كبيره، هل عمودهم الفقري بيكون قوي او بمعنى صح غضاريفهم بتكون مختلفه عن غضاريف الانسان البشري؟ لا خالص، لا خالص. هو الحقيقه هو التركيب بتاع العمود الفقري عند الناس كلها قريب من بعضه. يعني هو الاختلاف بس في الجنس، ان العمود الفقري عند الستات بيبقى اصغر شويه واضعف من الرجاله، لكن لو جينا خدنا صنف الرجاله كلهم او صنف السيدات كلهم بتلاقي العمود الفقري تركيبه كله قريب من بعضه. هو الاختلاف في القوه العضليه المحيطه بالعمود الفقري. ايوه، يعني دايما بنقول العمود الفقري واحد، لكن في واحد على العضله بتاعته بتبقى ضعيفه، بتلاقيه رفيع كده وصفيف خالص، وده ما يقدرش يشيل 10 كيلو. طيب الراجل اللي بيشيل 150 كيلو و120 كيلو و130 كيلو اللي شال العربيه الونش ده ونش. ده تسميه ونش بشري مش بس بيدفع ثمن غالي. اكيد، لانه وضعيه مش رياضيه اساسا. هم الرياضيين الحقيقه بيعرفوا، يعني هم بيتعلم ازاي يرفع وازاي يعتمد على قوه العضله مش قوه العمود الفقري. يعني وضعيات معينة، وضعيات معينة بطريقة معينة وزاوية ارتقاء معين. هو كده بيحمي العمود الفقري. بس اللي زي ده مش عارف كده، اللي زي ده هو بيشيل وظهره متني، الظهر المتني ده فيه تحميل على العمود الفقري. ودي للأسف الشديد دي الستايل بتاعنا في حياتنا كلنا. يعني انت زي ما حضرتك كنت بتقول ان احنا بندفع الثمن مش كده، وبتقول ان في ناس بتتهور. انا ساعات بقول انه مش تهور، هو ده ستايل اوف لايف، يعني هو طبيعه حياته كلها ماشيه بهذا الشكل وهذا السيكونس، اللي ساعات كتيره جدا هو بيبقى يعني ضحيته مش هو السبب فيه. يعني في طبيعه عمل، يعني احنا عندنا الراجل الفلاح اللي طول اليوم موطي، او ست البيت اللي طول اليوم بتشتغل وبتشيل وبتوطي وبترفع وتعمل، ما عمرها ما تاخد وضعيه مظبوطه. ها الراجل اللي هو في المصنع او العامل البناء او المهندس حتى او الموظف اللي في المكتب، يعني لما عندك موظف بنك بيقعد مثلا 8 ساعات في اليوم قاعده مكتبيه ممكن تبقى متواصل وقاعد طول الوقت كده ومتني بهذا الشكل، طب ايه الصح في العمود الفقري؟ واخد بال حضرتك؟ الناس لازم تهتم ايه الوضعيات المظبوطه وتتعلم قوه العمود الفقري بتيجي من العضله. احنا بنحمي العمود الفقري علشان يكمل معانا، لان في وقت من الاوقات هيبدا يشتكي العمود الفقري، ولما بيشتكي العمود الفقري بقى بتبدا المشاكل الحقيقيه اللي احنا كمان بنأخر الترجمه بتاعتها. يعني اللي كان عنده شويه وجع وعايش بياخد مسكنات وشويه ادويه ودهانات وكريمات وقربه ميه وحد بيدلك له، والعادات اللي انت حضرتك عارفها بقى، لا ده انا بنام واجيب حد ينط لي على ظهري، ده انا بنام بجيب الواد الصغير المتختخ ده اقعده، واخد بال حضرتك؟ اللي بيشد الرقبه، اللي بيمط الرقبه، اللي بيروح يعمل يقول لك ده انا رحت بقى وايه وشدني من دراعاتي من رقبتي من ظهري، ما كل الكلام ده كله في بعض الناس بيريحهم، لكن المشكله موجوده. يعني ما فيش علم في الموضوع،
لكن لو الامور مشت بشكل عام لا طبعا الموضوع بيتغير تماما. في الشريان التاجي قال يعني او كتير من الكتب كاتبه ان الشريان التاجي بتاع الانسان المصري مختلف شويه او العربي عن الشريان التاجي بتوع اوروبا وامريكا. هل العمود الفقري بتاع الانسان المصري يختلف عن العمود الفقري بتاع او العربي يختلف عن العمود طبعا طبعا لان هي قصه اجناس، لان هم لما قسموا الناس ريس. يعني ريسس يعني الناس اللي هم السمر والطوال بتوع وسط افريقيا او جنوب افريقيا، ده بيبقى عمود الفقر طويل جدا ومفروض والعضلات بتاعته واخده شكل معين. المجموعه بقى بتاعتنا احنا طلعنا من القرعه اللي هو العمود الفقر دايما عدد بيبقى قصير وفي انحناء زياده جدا في الفقرات القطنيه، يعني اسفل الظهر دايما بيبقى فيه زياده في الانحناء بتاعه مش واخد الستريت لاين بتاعه، والكيرف دايما بيبقى فيه كيرف كده اللي بنسميه اللامبر لوردوزز، ده المفروض بيبقى كيرف خفيف. فتلاقيهم حتى في الاوروبيين وبتاع تلاقي ماشي مفرود، احنا عندنا لا تلاقي ماشي كده لان تركيب العمود الفقري مختلف شويه. الحاجه الثانيه احنا عندنا الوزن بتاعنا بيبقى زياده، يعني هنا نسبه السمنه والاوبيستي عندنا زياده واكتر في السيدات اكتر من الرجال. الحاجه الثانيه طبيعه العمل عندنا بتختلف، يعني احنا ما بنتعاملش بشكل علمي، يعني ده بنتكلم عن العمود الفقري، العمود الفقري عند كل الناس قريب من بعضه، الفقرات القطنيه هم خمس فقرات، اللي في النص الازرق ده اللي في النص اللي ما بينهم ده بنسميه الغضروف. الغضروف ده وساده، يعني هي مخده او زي الكاوتشه بتحمي الفقرات انها تخبط في بعضها ويمنع الاحتكاك، يعني انا لو عندي الازاز والترابيزه بنحط كاوتشه عشان ما يخبطش فيه، مش كده؟ الفقرات كده. العظم نفسه لو جه على بعضه بيعمل احتكاك ويعمل تاكل في العظم. اللي ما بين الفقرات وبعضها اللي خارج اللي لونه اصفر ده اسمه العصب. اللي ازرق ده اسمه الغضروف. الغضروف مكون من حاجه زي الكاوتشه من بره وماده جيلاتينيه جميله جدا من جوه اللي احنا بنسميها النيوكليس. النيوكليس دي او النواه بتاعه الغضروف هي ماده زي الجيلي كده، تخيل جبنه جيلي وحطيناه في كبسوله او في بالونه وبتاع، بتضغط عليه بيروح ويجي معاك، بيدي الفقرات الحركه بتاعتها، يسمح بالانحناء يسمح بالتني وبالفرد والكلام ده كله. المهم ان احنا نحافظ عليه لان دي القناه الصغيره او الفتحه ديت اللي عامله زي مفتاح الباب كده، دي اللي بيخرج منها العصب، ودي بالظبط في التشريح او التكوين بتاعها خلف الغضروف. طيب الغضروف ده ربنا خلقه علشان يبقى زي القرص، طب لو حضرتك ضغطته جامد هيفلطح اكتر، يفرد اكتر، يتمدد اكتر. اول ما هيرجع المكان الوحيد اللي فاضي عنده من ورا هو المكان اللي هو القناه العصبيه اللي هي هنا اللي بيخرج منها العصب ده، اللي بيخرج منها العصب الطرف. اول ما ده يلمس العصب دخلنا بقى في مشكله. الاول يعمل شويه تنميل، خدلان، زي كهرباء، لمسه كهرباء كده في الرجل، ممكن مع المجهود الزياده او المشي الكتير يعمل شويه حرقان في الرجل او الم. طيب نمنا ريحنا خلاص بقى العمود الفقري مجرد ما ياخد الوضع الافقي بقى بتاعه، الغضروف ده حجمه ما عادش فيه ضغط هنا على الفقرات، حجمه هيقل هيكش هينكمش هيبعد عن العصب. لما بيبعد عن العصب يبدا الالم والالارم بتاعنا والانذار بتاع الالم بتاعنا بيقل. طيب هو الغضروف ده بيفضل سليم كده؟ ما احنا لسه بنقول اهو الشيل التقيل والوزن الزياده وطبيعه العمل الملخبطه والاصابه المتكرره في الغضروف بتحول الغضروف، بيبدا يتاكل الاطار الخارجي. لما يتاكل الاطار الخارجي بتاعه يبدا الماده الداخليه دي هتخرج. هتخرج تروح فين؟ هي لها اماكن ضعيفه معينه، يعني الضعف بتاعها دايما متركز في المنطقه اللي هي حوالين مخرج العصب من هنا بالظبط وفي النص. فلو خرجت وطلعت على النص قدامنا هنا ما يسمى الضفيره العصبيه او الحبل الشوكي في الرقبه. طب لو جت في الجنب ده بنسميه الاعصاب الطرفيه اللي هي دي، ده اللي احنا بقى بنطلق عليه لو هو في الظهر بنسميه عرق النسا، بنسميه في الرقبة ألام اللي هي واخده في العصب اللي بنسميه الزندي اللي هو واخد الكتف ونازل في الدراع يوصل للصوابع الصغير اللي جنبه اللي جنبه على حسب بقى العصب مين المتأثر. بتبدأ بتنميل وكهرباء وخدلان وتقل، بعد شوية الوجع بقى مستمر، بعد شوية النوم بقى كابوس، لو أنا نايم ورقبتي متنية مش قادر أنام. ففي ناس بيوصل لمرحلة إن النوم بالنسبة لهم عذاب، يعني لو نام بيتعذب. طب الغضروف لما تآكل خرج بره، دي الأشعة بقى
دي اللي بيجي لنا. لما بيجي لنا المريض بشكوته يقول لك انا عندي الم في رقبتي وبيسمع في كتفي بينزل في دراعي او بيعمل له صداع او بيعمل له دوخه او بيعمل له دوار وبقالي سنين على هذا الكلام وكان في اليمين وقلب شمال، نعمل اشعه الرنين يبان هذا المنظر بقى. دي الفقرات العنقيه، دي الفقرات العنقيه اللي ماشي في النص زي الحبل الطويل ده، ده الحبل ده اللي بنسميه الحبل الشوكي، وده اخطر ما في الموضوع بقى. الحبل الشوكي ده نسيج مكمل لنسيج المخ، لان هو مرتبط بجذع المخ وجذع المخ ده اللي بيفصله عن المخ. الغضروف لما يبقى بالحجم ده ويخرج بهذا الشكل جوه القناة العصبية اللي هي القطر بتاعها لا يتعدى 18 ملي يعني سنتي وثمانية من عشرة، وتبدأ من سنتي واثنين من عشرة إلى سنتي وثمانية من عشرة، ده لما يعدي نص القناة العصبية ويعدي، هو معدي فين؟ ده راشق في الحبل الشوكي، ضغط جوه الحبل الشوكي، وهو دي المشكلة. علشان كده أنا عندي الحبل الشوكي ده ضعيف جدا، يعني هو يتحمل الألم في الأول لكن ما يتحملش الضغط ده المستمر. هنا برضو الفقرات العنقية، شوف الغضروف خرج بقى قد ايه، الكتلة البيضة اللي هي زي الأنبوبة اللي ماشية بتاع الحبل الشوكي جت في النص هنا وضيقت جدا واتقفلت. لماذا؟ لأن في ضغط هنا على العصب. الغضروف لما بيضغط على العصب بيعمل حاجتين، بيقلل الدورة الدموية اللي داخلة الحبل الشوكي، يعني هنا غضروف اتنين، الفقرة المكتوب عليها 4 5 6 دي، شوف الغضروف ما بين 5 و6 عامل زي بالونة. على فكره احنا اللي كاتبين عليها في الاشعه، احنا اللي كاتبين علشان نبين بقى، يعني الفقره ما بين الخمسه والسته غضروف كبير جدا، السته والسبعه غضروف كبير جدا، الرابعه والخمسه غضروف بادئ يكبر لان هي الحدوته الاستوري بتاعته. يجي غضروف واحد نسيبه نهمله نكمل مسكنات وكلام من ده او من غير حتى المسكنات، يبدا يجيب غضروف فوقيه وغضروف تحتيه. فدخلنا في غضروف متعدد، يعني عندي بدل غضروف 2 3. ساعات بقى الاصابات الغريبه اللي بتحصل في الفقرات العنقيه، لان الفقرات العنقيه فقرات ضعيفه جدا، يعني تركيب الرقبه لما نشوف تركيب الفقرات العنقيه فقرات صغيره والغضاريف بتاعتها صغيره وبتتحرك كتير فنسبه الاصابه بتاعتها عاليه. واحد زي كده فقره مكسوره، شوف حضرتك الفقره مكسوره كان الرقبه انت قطمتها، الرقبه دي مكسوره اتحركت لقدام خدت الحبل الشوكي وقطعته، يعني ضغطت عليه فعصت الحبل الشوكي ما بين الايه الفقرات وبعضها. ده جه من ايه بقى؟ فرمله صغيره في العربيه والعربيه ماشيه بتجري او مطب جامد او فجاه اصطدام او بقى اللي بنعمله طرقعه الرقبه اللي هو ما يسمى بقى الطب العربي والبديل والكلام ده كله، تعالى ما تقطع لها رقبتك. ده بيحصل وبنشوفه، شفنا منه حالات كتيره جدا، مجرد ما عمل طق تلاقي فيه كهربا ضربت في الايدين خلاص والايدين اتشنجت وبتاع مش قادر تتحرك. دخلنا فيما يسمى شل الرباعي. شل الرباعي شل الرباعي، الرقبه بتجيب شل الرباعي حبل الشوكي. واحنا ساعات يعني المسميات دي بتضايقنا شويه، يعني يقول لك هي الرقبه بتجيب شل، بتجيب شل وبتجيب ضعف بتجيب تقل، وهي الستوري احنا جبناها من ورا لقدام، لا ناخدها من قدام لورا بقى. يعني هو الالم اللي عندي ده انذار، ده الارم بيقول لك خلي بالك ان الحبل الشوكي فيه مشكله دي نعمة. ولازم تحلها، وهو نعمه. الالم قاعد تقول لي الالم نعمه، اقول له لان هو الارم، الالم نعمه، هو ده هو ده اللي بيخليك تتحرك بسرعه، جهاز الانذار اللي بيقول لك تعالى ندور على المشكله. في ناس بتنخدع بقى بشكل رهيب جدا، انا عايزه اتعالج بس شويه الالم دول بس اعرف انام، خد شويه العلاج مسكن مضاد التهابات كورتيزون مخدرات مش عارف ايه، واحنا النهارده معظم الادويه بتاعت دي بقى تدخل في جداول المخدرات دلوقتي، يعني في نسبه تخدير كبيره بالظبط، لانك ناس ادمنتها بشكل كبير جدا. طب لما يبقى واحد عنده غضروف 2 3 ده مش منظر رقبه طبيعيه ابدا، استحاله، يعني شوف المنظر الرقبه. طب ازاي ده سيبنا نفسنا لحد ما وصلنا لهذا الكلام؟ هي ما بتبداش كده، استحاله تبدا كده، هي بتبدا بغضروف واحد مع الاهمال، واحنا ناس ابطال قوي ونستنى وتسمع بقى الكلام ده. انا بقالي 20 سنه بشتكي بس يعني كان كلام. طب امال حضرتك جاي ليه النهارده؟ هي بقالي 5 ايام ما بعرفش انام، وكان القصه هي الستوري الخمس ايام دول بس اللي انا لازم احل فيهم المشكله بسببهم يعني، لكن الباك جراوند بتاعي ان انا عندي قصه بقالها سنين شغاله معايا. طيب هل الحلول بقى هنا بتبقى قريبه كلها من بعضها او شبيهه ببعضها؟ يعني اللي عنده غضروف حصل الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات زي اللي من سنه زي اللي من 10 سنين زي اللي من 20 سنه، الموضوع مختلف تمام. طيب هل النتيجه نفسها؟ ها طب اللي جالي واحد كان عنده غضروف من سنه والتاني من 20 سنه والتاني من 15 سنه وعملت لهم عمليات، هل النتيجه كلهم زي بعض؟ لا استحاله، استحاله، في تمن بيدفع. والحقيقه برضو احنا ما عندناش تقبل قصه ان يبقى في ايه، اصل العمليه مش هتديك الحلول النهائيه، في واحد عايز يسمع العمليه هتديك نتيجه 100%، الحقيقه هذا الكلام غير حقيقي وما بيحصلش.
لازم هيفضل معاك بعد العمليه شويه الم او شويه وجع او شويه ضعف يترتب على اللي كان موجود ما قبل العمليه. انت سبته قد ايه؟ ما انت ربيته. امتى بدات تتحرك لجهه الحل؟ بالظبط. اصل يعني زي ما بنقول كده العفريت اللي طالع لك ده انت اللي مربيه، ما انت اللي محضره من زمان، فمش هينصرف كده بسهوله. فالحدوته ببساطه جدا ان كل ما نلجا للحلول العلميه الطبيه وعند حد متخصص في جراحات العمود الفقري، وفي كتير متخصصين وكلهم شطار وكلهم حلوين، لكن الحدوته ان احنا لازم نسمع الكلام، مش ان انا اقول لك تعالى نحل المشكله شويه بس علاج يمشي الموضوع. هتاخد علاج هيمشي الموضوع، من عند او من عند غيري هيمشي الموضوع، لكن الثمن حضرتك بتدفعه لما يحصل ضمور في العصب وتلاقي ايديك بدات تخس، ها مش قادر امسك الكوبايه، ايديا بتترعش، وامسك المعلقه بتوقع مني، ست بنت تجي لي تقول لي ده انا السكينه قطعت ايديا. ليه يا ماما؟ اصل بمسك السكينه بتفلت، واخد بال حضرتك؟ الكوبايات ده طقم الكوبايات والكاسات اللي عندها باظ كسر، كل ما تشيل بتاع ايديها مش قادر تشيل بيقع منها حقيقي. ويبقى هو ده الحاجة الوحيدة اللي خليتها تنتبه. الناس اللي بيقوم من النوم عنده صداع رهيب جدا ورقبته وجعاه وكتافه وجعاه ومنملة ومش قادر يحرك ايديه ولا كتافه، ونقعد نجري في مسكنات ومراهم ودهانات وكلام من. طب هل المشكلة احنا حليناها؟ طيب هل الغضاريف دي بتيجي كده في يوم وليلة؟ لا، لها مقدمات. الألم بدأ الغضروف يلمس العصب. طب ما في مراحل لو جيت بدري عند الدكتور المتخصص هيقدر يساعدك في الحل. 80% من الغضاريف بتتعالج علاج دوائي وبتخف، بندخل معاها شوية علاج طبيعي، بندخل معاها البس رقبة، بندخل معاها البس حزام، بنقول كلام من ده تمرينات، وبنعلمه ازاي يقعد وازاي يتحرك. بس مش دايما الناس بتسمع هذا الكلام. طيب هو 80% دول احنا اتفقنا بتوع مين؟ اللي جايين بدري، مش اللي بقاله 15 و20 سنة. طب انت النهاردة لما تجيلي بعد 15 و20 سنة وعندك غضاريف زي اللي شفناها في الاشعاعات دي كبيرة وضخمة وضغط على الحبل الشوكي وبدأ يحصل ضمور في الحبل الشوكي، هو الحبل الشوكي ده هتسيب الضغط ده عليه؟ طب ما انت خسرت. الرقبة خطيرة، لان الحركة، شوف الحركة بتاعت الرقبة سبحان الله، بتتحرك في كل الاتجاهات. الازرق ده الغضروف، اللي خارج منه لونه اصفر ده العصب، لونها بيج دي الفقرات نفسها، العظم بتاعها، بس مش بالحجم الكبير قوي ده يعني. أو احنا مكبرين الحجم بس طبعًا. هي الفقرات لها صغيرة. احكام يعني 2.5 سنتي و3 سنتي حسب حجم الانسان بالظبط. طيب ده تكون الغضروف بقى اهو، ايه الجزء اللي شفناه ازرق ده، ده هو ده الغضروف. ده بقى الحبل الشوكي نفسه بقى الباشا الكبير بتاعنا، يخرج منه العصب. العصب اللي جنب الغضروف ده عصب حسي، اللي ورا ده اللي عامل زي حرف واي، اللي قدامه ده عصب حركي. عشان كده الناس لو تحس بالالم بعد شويه تقول لك انا ايديا بدات تضعف، ايديا بدات تخس، ما عادش بقدر امسك. ما هو ربنا اداك الفرصه واداك العصب اللي يستحمل، هو عصب الاحساس، ها سبته لحد ما عدى. وألعن لحظه واصعب لحظه بيمروا بها البني ادم بقى، اللي هو يقول لك ده انا الحمد لله صحيت النهارده مش حاسس باي وجع، العصب الحسي خلاص مات. فصل مات، ده داخل على العصب الحركي بقى. العصب الحركي ملوش ايه، ملوش ألارمينج بقى، كل الألارم بتاعه والإنذار بتاعه الإنذار ضرب الضعف خلاص. بقى انت قطعت الإنذار من زمان، الإنذار ضرب، يبدأ يحصل الضعف، الويستنج، العضلات تبدأ تضعف، كتفي مش عارف ارفعه، الإشارب مش عارف اربطه، الطرحة مش عارف احطها، البدلة مش عارف البسها، المعلقة مش عارف امسك. كل دي ترجمها، اصل هي ما بيجيش على الشاشة كده خلي بالك عضلاتك ضعفت، لا هي في اعراض بنترجمها الى المرض. العرض بتاع بدأ يحصل الضعف، طيب انا مش قادر، ده انا كنت بطلع سلم مش قادر اطلعها، رجليا بتترعش، ده انا بقف رجليا بتتهز، واخد بال حضرتك؟ كل دي اعراض على مشاكلنا في الرقبه. والرقبه ما تتسبش الحقيقه، يعني دايما الرقبه دي لازم نهتم جدا بيها، لان مشاكلها ممكن تترك فينا اثر. التكنولوجيا دخلت المجال الخاص بجراحات المخ والاعصاب بشكل قوي جدا جدا، وخدمت جراحات الرقبه يمكن بشكل اكبر، لانه كانت جراحات الرقبه اللي لوقت معين كانت فيها صعوبات معينه في اجراء الجراحات. تمام. ايه قد ايه التكنولوجيا تطورت في الفتره الاخيره؟ ايه الاجهزه اللي لعبت دور في انها تخلي العمليه اكثر امانا؟ رقم واحد. رقم اتنين، الريكفري تايم بتاعها افضل. هو حصل طفره الحقيقه، لان احنا كنا عارفين وكنا بنتكلم وكنا بنتعامل مع الناس كالاتي، ها اللي دايما بيعمل عمليه في الانزلاق الغضروف العنقي او في الرقبه، النص هيطلع بيتحرك والنص بيطلع مشلول، كان ده البيز لاين،
وهو ما تزال هذه هي الفكرة السائدة عند الناس، يعني حتى لو طلع بيتحرك عنده إعاقة ولسه هيكمل علاج طبيعي. وكانت هذه حقائق، لأن كنا زمان التدخلات بتاعتنا كانت غير. النهاردة لما دخلت التكنولوجي العالي بدأ يوجد لي إمكانية وجود كاميرا أن أنا أصور بيها وتكبر لي الصورة صغيرة جدا حجمها كده. شوف الموبايل بتاعك كاميرا قد كده بتجيب صور إزاي عاملة إزاي. هذا التكنولوجي بقى أكثر دقة في الطب. الآلات المستخدمة، يعني كنا زمان ما كانش عندنا في الرقبة غير حاجتين، نحنا نفتح من ورا ونشيل العظم بتاع الرقبة ده ونوسع، وساعات بقى نوصل بسلوكه بتاع عشان نربطها ببعضها، سلوك واير، واير زي اللي بنربط بيه الحاجات ببعضها كده. الكلام ده اتغير تماما. في جراحات من القديمة لسه مكملة معانا، لها حالاتها، يعني في حالات معينة بتتطلب من الجراحات القديمة دي وما تزال موجودة، لكن 95% من الجراحات النهاردة بتتم يا إما باستخدام المناظير، يا إما باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وبندخل معاها بقى الشغل الميكروسيرجري، الجراحة الميكروسكوبية مع استخدامات الليزر، مع استخدامات مقاييس الكهرباء في العصب. ما كناش زمان بيبقى عندنا تقدير وأنا جوه العملية إيه اللي بيحصل في العصب وأنا شغال. النهاردة بقى في أجهزة بنوصلها، ها؟ بنوصل فوق هنا ونوصل في الأطراف في الإيدين وفي الرجلين، وأنا شغال بيديني خلي بالك ده انت قربت من العصب، خلي بالك، اسمها اجهزه حس كهربائي. احنا كنا زمان نعمل العمليه ونستنى بقى بعد العمليه نشوفه هيتحرك ولا ما يتحركش. لا، ده وانا شغال النهارده في العمليه انا عارف ان هو ممكن يتحرك ولا ما يتحركش، او لو في مشكله. ليه؟ الالارم بتاعي موجود والبارامترز زي جهاز رسم القلب كده ما بيصور لك الصوره. عندي السنسورز دي هي اجهزه بنسميها الحس الكهربائي ومونيتورنج بتقيم الموضوع. استخدام الغضاريف، كنا زمان نشيل الغضروف ونحط عظم. العظم ده كنا ناخده من الحوض او من الرجل او من الفخذ، نكسر عظمه من الضلع وبنحطها نحشرها ما بين مكان الغضروف ده. ده لما تقدمنا شويه وبدانا ندخل من قدام، وكان الدخول من الامام هنا خطر جدا، لان انت عندك هنا الشريان الرئيسي اللي بيغذي المخ، شريان، وعندك هنا القصبه الهوائيه، ووراها الاسفجس المريء، والاوعيه الليمفاويه، والعضلات الاماميه. الدنيا معقده هنا جدا في التركيب. لما مع التقدم العلمي خلاص السكه دي كلها هم 5 دقائق بنبقى من هنا بنوصل لجوه، حتى في وجود غده درقيه قد كده، حتى بندخل من تحتها وبنعدي، الموضوع بقى سهل جدا. ولكن هي عمليات كبيره ما نستصغرهاش، يعني احنا بنقول نتائج اتحسنت مش لان العمليات سهله، لا، لان التكنولوجي بقى عالي، فبالتالي الامكانيات لازم تكون متوفره عشان احصل على هذه النتائج. ما ناخدهاش مسلمات علشان النتائج بقت حلوه يبقى العمليه سهله، لا مش سهله. ده عملية معقدة جدا وصعبة جدا وكبيرة جدا، وعلى الحبل الشوكي، تتعامل مع الحبل الشوكي. ولما بندخل النهارده جوه احنا بنشيل الغضروف، طب وبعد ما شلنا الغضروف ده في زوايد عظمية وتكلسات كانت عاملة زي السكينة اللي ضغط على العصب او ضغطة ودخل على الحبل الشوكي، ما دي لازم اشيلها ازاي؟ في عندنا اجهزة بقى، عارف زي الدريل بتاع الاسنان كده، ساعات بنشيلها بالدريل، ساعات نفتتها النهارده احدث منه شوية بالتكسير بالليزر، ساعات نشيلها باجهزة دقيقة جدا زي معالق كحت كيريتس وحاجات زي كده. هي بتبقى زايد زايد كالسيوم كده. هو تكلسات بس نشفت بقت زايدة. القصة كلها ودقة الموضوع ازاي تتعامل بها، لان دي هي اكتر حاجة ضغطة على الحبل الشوكي. فلما بتدخل بقى في العملية، العملية هنا بتختلف. يعني العملية قد نصل الى مرحلة الاستبدال، يعني عايز استبدل اشيل الغضروف. طبعا ما اصل النهارده طالما الغضروف بقى تالف، يعني شوف هنا الزوايد اهي، الزوايد المشرشرة اللي عاملة زي البوزة دي كده. شايف البوزة دي؟ دي هنا قدام بره ورا المريء على طول، في زيها جوه، بس انا مش هقدر اوصل لجوه الا لما اشيل اللي بره ده. دي البدايه بتاعتي، ببدا احدد الفقرات، وتحت جهاز الاشعه ببقى عارف انا داخل فين، بركب جهاز كده ان انا اقدر علشان هركب مسامير افتح بيها وابعد بيها الفقرات عن بعضها. دي بدايه الكلام بقى، ادي اول مسمار وادي تاني مسمار بنركبه، نبدا نجهز حاجه بنسميها مبعد الفقرات، اهو هيركب، ركبنا مبعد الفقره، نبدا نفتح بقى الفقرات عن بعضها، نوسع المسافه، يديني البراح اللي هو خلاص بقى هدخل على السكه بتاعتي، قدامي غضروف، قدامي تكلسات عظميه، ورايا على طول الحبل الشوكي. انا هنا وصلت لجوه خالص، شلت الايه الزوايد العظميه. هو بعد كده هنعمل ايه؟ طب ما احنا لازم نركب حاجه، المسافه اللي فضيت دي كلها لازم نحط حاجه. كنا زمان بنسيم عظمه، حته عظمه عشان تلحم العظم ببعض وتبقى الفقرات كده. لا، دلوقتي بقى في حاجات تانية بنسميها تركيبات. التركيبات دي بقى مختلفه واشكال والوان وموديلات غضروف صناعي بنسميه بديل للغضروف. يدخل بقى في منه حاجات ثابته، في منه حاجات بتركب بشرايح،
في حاجات بتركب بمسامير، في حاجات بتركب ببنز ترشق في العظم نفسه فوق وتحت، في حاجات متحركه، في حاجات قطعه واحده، في حاجات حاجات كتيره جدا. وبتختلف بقى العمليه وبتختلف نتائجها على حسب احنا بنحط ايه قدام حضرتك. وخلي بالك لان دي تركيبات، ففي منها الرديء جدا والبسيط قوي العادي والتجاري ده، وفي منها حاجات كويسه زي بالظبط في العربيه. انت ممكن تجيب فرد الكاوتش ثمنها 100 جنيه وفي فرد ثمنها 5000 جنيه. ايه الفرق؟ الاستخدام، مين هيقعد ومين هيعيش ومين بيعمل مشاكل في الجسم. ياما حاجات ركبت وشلناها لانها عملت مضاعفات، تسبب تاكل في العظم، تسبب تفاعل في الجسم، تخلي الجسم يرفضها، والجسم لو رفضها خلاص بقى يبقى لازم حضرتك تحل الموضوع. عايز بقى يعني اقول لك انه اكتر حاجات دلوقتي ناس بتشتكي منها دي اكتر كمان من فقرات العنقية، فقرات القطنية. فقرات القطنية من اشهر المشاكل اللي بتأثر في الانسان المصري تحديدا. ظهر الانسان المصري مش في خير، ناس بتشيل غلط، ناس بتقعد غلط. حتة عرق الناس دي اشهر مرض على الاطلاق. ما هو معنى عرق الناس؟ هو عرق النساء هو اللي احنا بنسميه علميا ان فيه ألم بيمتد من الفخذ بيسمع في الرجل. واخد بال حضرتك؟ أي ألم هيمتد من الفخذ من فوق من عند الهانش كده ويضرب في الرجل، يوصل لحد الركبة، يوصل لحد الكعب، يوصل لصوابع الرجل، ده اللي احنا بنسميه ألام عرق النسا. عرق النسا ده اللي هو بنسميه سياتيك نيرف، اللي هو العصب الوركي اللي هو جاي من الفقرات القطنية اللي هي من أول فقرة الأولى لحد الخامسة، والمجموعة العجزية أول ثلاث فقرات عجزية. في ضفيرة عصبية بتطلع، الضفيرة دي بتبقى موجودة أساسا، دي الفقرات القطنية بتبقى موجودة أساسا هنا في جدار البطن، في تجويف البطن، في المنطقة دي. الأعصاب دي كلها ما بتبقاش ماشية لوحدها كده، دي بتتجمع مع بعض زي سلوك اللي بتبقى في البيت كده، لما تيجي تشوف لي كابل وبيطلع منه بتفرق منه سلوك، دي كلها تتجمع تديني كابل عصبي يمشي من هنا يخرج من هنا ينزل على منطقة الفخذ من ورا، على منطقة الهانش من الخلف، يسمع يغذي الرجل وعضلات الرجل. هذا هو اللي بنسميه العصب الوركي او الفخذي وعرق النسا. القصه بتاعتنا في الفقرات القطنيه ما هي دي اللي شايله الليله كلها، يعني هي دي الاساس بتاعنا، لان هي اول فقره قطنيه تحت اسمها الخمسه، وبعدها دول اسمهم الفقرات العجزيه. الفقرات العجزيه كانوا الاول ربنا خلقهم كانوا منفصلين عن بعض، وفي تكوينهم في الجنين بيبقوا منفصلين عن بعض. اول مع الولاده تبدا الفقرات دي تلحم في بعضها وتلتئم علشان لما يجي الطفل يمشي يبقى دول هم اللي شايلين الدنيا كلها. ويبدأ يكمل الحوض بتاعنا بعظمتين تانيين بحيث يدي الدايرة بتاعته الحوض. وهنا مفصل خطير جدا اللي احنا بنسميه المفصل بتاع الساكرو إيلياك اللي هو بتاع عظمة الفخذ. تمام؟ هذا المفصل اللي هنا لما بيبقى فيه تحميل بقى شيل حاجة تقيلة، ده بينقل الحركة على الحوض ينزل هنا على العظمتين بتوع الفخذ والرجل تشيل. عملية توزيع يعني ربنا خلقها سبحان الله بحكمة فظيعة جدا وترتيب جميل جدا. العظم لوحده ما يمشينيش، لكن اللي يمشين العظم اللي مع العصب، ما هو العصب ده اللي هيدي قوة للعضلة، والعضلة بقى هي اللي هتبدأ تشغل الجسم ان هو ازاي يتحرك وازاي ياخد الاوردر والامر ويبدأ ينفذه. طب الغضروف اللي هنا ده لما حضرتك انت مثلا واحد وزنه زيادة، او واحد بيشيل كتير، او ست بيت بتشيل على راسها، او واحدة طول اليوم واقفة وقاعدة تشيل من هنا وتشيل من هنا، واحنا عندنا طبعا العادات السيئه في الشيل والحط والكلام ده كله زي ما اتفقنا انها موجوده، وفي ناس يعني بتستعرض نفسها يروح الجيم الشباب الصغير، ودي اكبر حاجه. وانا بوجه رساله للصغيرين اللي بيروحوا عايزين يلعب رياضه، رياضه جميله بس الرياضه مش شيل حديد. الرياضه مش شيل حديد، الرياضه مش شيل حديد، شيل حديد ده المحترفين. الرياضه دي عايزه فتنس، عايزه الرياضه هي الفتنس. يعني خلينا نتكلم اللي بنسميه اللياقه البدنيه، انا عايز احسن اللياقه البدنيه بتاعتي، اعمل شيب كويس في العضله، اقوي العضله، مش ان انا رايح انتع واشيل 50 كيلو 70 كيلو وازود حجم العضلات جدا. تلاقي بقى جاله حاجتين، الغضروف كبر فرد ضغط على العصب عمل الم، تلاقي الفقره اتكسرت او اتشرخت. الفقره بتتكسر او بتتكسر، ودلوقتي بتتكسر بسهوله جدا. ليه؟ العمود الفقري والعظم بتاعه بقى ضعيف. يعني عندنا احنا النهارده لما باجي بعمل عمليه لمريض عنده 70 سنه او 65 سنه وواحد عنده 18 سنه، العظم بتاعه 18 ده زي البسكويت. الباشا طول اليوم البيبس، المياه الغازيه والحاجات اللي هي الفواره دي كلها، الحوادق، المخللات، الحاجات المحفوظه الاكل الفاست فودز ده كله بيضعف العظم.
بيسبب مشاكل، بيضعف العمود الفقري، يجي العظم بقى ضعيف، مجرد ما تيجي تحمل عليه ما عادش هيشيل، يبدا يحصل انهيار. العمود الفقري بتاعنا زي ما اتفقنا انه مكون من مجموعات، القطنيه دي مهمه جدا لان دول هم خمس فقرات راكبين تحت على العجزيه زي ما قدامنا في الصوره، والعجزيه دي بتكمل في الحوض. الفقره القطنيه هي اكبر فقره في العمود الفقري، تتحمل عن العنقيه لانها اقوى واكبر، والغضروف بتاعها حجمه اكبر. طب لما الغضروف ده بقى يشيل فوق الطاقه بتاعته، ها زي واحد مثلا بيشتال رفع اثقال، شال اسمنت، شال مش عارف ايه، او وقعه بطريقه راسيه، يعني ايه تحميل راسها على العمود الفقري مشهوره جدا في سيدات البيوت وهي بتشتغل في البيت، مش عارف ايه، وقعت السيراميك، زحلقت، زحلقت في الحمام، زحلقت في المطبخ، زحلقت على السلالم، الكلام ده كله. المطبات الجميله اللي احنا قاعدين بندب مطب طير في الهواء انزل نازله، دي كلها ممكن تجيب الفقره تتكسر او تتشرخ او الغضروف ينفجر او يفرقع. الغضروف ده مسؤول عن الحركه في الفقرات دي، دي اسمها الفقرات القطنيه، بتتحرك، ما انا بوطي، بصلي، بركع، بسجد، بقعد. العصب نايم ورا الغضروف على طول زي ما احنا بنتكلم وعارفين العصب دلوقتي. طيب الغضروف ده لما يكبر ويتمدد اول حاجه هيلمسها هو العصب، يديني الاعراض اللي بنسميها في الاول بقى عرق النسبة، شويه الم، تنميل، خدلان، حرقان، فخد بيوجع، ده انا مش حاسه فيه، ده منمل، ده الهدوم بتضايقني وانا لابسها، بتنزل لحد تحت عند الرجل من تحت، توصل لمشط الرجل، واخده الصوابع الصغيره اللي بره، لا ده واخده الصابع الكبير، ساعات بنوصل للكهرباء، ساعات بنوصل ان انا اتعوجت كده مش عارف اتعدل بقى. امبارح عامل عيانه معوجه كده 60 درجه العمود الفقري جاي كده على جنب، ليه؟ عشان غضروف قد كده ومتعدد الفقرات والدنيا بايظه معايا خالص كده. طب ليه نسيب نفسنا لما نوصل لهذا؟ بتحاول تبعد عن مكان الالم، اصل انت لما بتتني كده عايز تفتح بس الفقره عن الفقره تبعدها عشان العمود الفقري كده، علشان العصب ده مخنوق، عشان العصب هو مخنوق، العصب الغضروف خرج بره، ايه الرياكشن ده؟ ما هو ده بيحصل، لازم الجسم بيعمل كده. بيوصل لمرحله ان في واحد بيبقى مش عارف يتقلب على السرير، مش عارف ينام اصلا، لو جه يرفع رجله هم 10 درجات ويصوت بعدها، واخد بال حضرتك؟ الاختبار بزاويه 10 كده، عندنا اختبار بنعمله دايما، طب نام على بطنك كده وحاول تهم بوسطك، خلاص بقى تعرف ان العصب مخنوق، مجرد ما انك مش قادر تعمل ده لا العصب معناها مضغوط. طيب نام على ظهرك وحاول ترفع الرجل، بنسميها زاويه ارتقاء الرجل، ارفع الرجل. الطبيعي بتاعي في الرجاله لحد 80 درجه، في السيدات ممكن تجيب 90 درجه. طب لما تلاقي الدرجه دي بتقل، بقت 25 درجه، بقت 20 درجه، بقت 15 درجه، بقت 40 درجه، يبقى في حاجه منع ان العصب يبقى ماشي بحريته. ده اللي احنا بنسميه الانزلاق الغضروف القطني. اذا الانزلاق الغضروف القطني من الامراض الشهيره اللي تحتاج عدم الانتظار، لازم على طول ابدا اتعامل، كل ما هتعامل مبكرا كل ما هيستفيد من تدخلات اقل عده واقل زي ما بيقولوا مينيمال انفيسيف يعني. بالظبط، لان هو كل مشاكل العمود الفقري مش مفروض نهملها، مش مفروض نهملها، لان هي مجرد ما بدات هي هتكمل، ولكن احنا كل ما بنتدخل بدري كل ما بنلحق الموضوع، والموضوع ما بيكبرش مننا. نورتنا يا فندم، شرفتنا، ربنا يخليك. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديقي، ودي استاذ جراحات المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الاستاذ بكليه الطب بجامعه القاهره، ضيفي العزيز طبعا صاحب الباع الكبير والجراح الرائع في هذا المجال، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق واثرها تنوعا في عالم جراحات العمود الفقري. نورتنا يا باشا، اشكرك، خليكم دايما مع الدكتور. لازم تهتموا بالتفاصيل الصغيرة دي. النهاردة يوم عنوانه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الأسنان المبدع دائما الأستاذ دكتور كريم مكادي. أنا لازم أروح دكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكلي. الزراعة دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس إن هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم. دايما بنقول إن من حق أي حد إن هو ياكل لحد آخر يوم في عمره بأسنانه الثابتة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي،
استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز طبعا اسم المتميز في هذا المجال دكتور كريم مجد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. هبدا الاول، هل فعلا عيوب الاسنان بتدخل في العين بشكل يعني بترشق زي ما بيقولوا في العين ومنها للمخ بالشكل اللي قلته؟ طبعا بلا شك. انا هقول لحضرتك على حاجه. تخيل كده لوحه جميله رسمها رسام مشهور جدا، وفي اخر الرسمه دي في بقعه او نقطه من الكالرز اللي هو بيستخدمها قامت نازله في النص. هتلاقي العين ثابت اللوحه دي كلها وبصت على النقطه السوداء دي. مبدئيا طبعا الاسنان هي الفيرست امبريشن للشخص اللي قدامك ده، لنظافته لثقته بنفسه للكلام ده كله، غير طبعا ان هي مدخل الاكل فهي اساس صحه البني ادم. فلما البني ادم بيتكلم وهو شكل اسنانه مش حلو ومش مهتم بيها، ده بيديك امبريشن ان هو مش مهتم بنفسه، ان حياته مهرجله، ان الحياه عنده مش ماشيه باسلوب صحيح ولا منظم، فبالتالي انت بتاخد فكره مش كويسه عن البني ادم ده. فطبعا اي حاجه في التابلو ده لما تبقاش حلوه بتلفت عينيك وبتديلك بقى بترجم عندك في الدماغ الكلام ده كله اللي احنا بنقوله. الزراعه مثلا، السنه المفقوده شيء مزعج في النظر، يعني لما يكون واحد عنده سنه رايحه اول ما تبص له تحس ان في حاجه غلط. طبعا يعني احنا عندنا اول حاجه بتبص انت عندك صفين شكلهم حلو وعندك سنه في النص ناقصه، عينك هتروح فين؟ هتروح على الحاجه اللي ناقصه. ده من ناحيه الشكل. طب نيجي من ناحيه الصحه، ايه اللي محافظ على حجم العظم ده؟ هي الاسنان اللي موجوده فيه. مجرد ما بنخلع السن بيبدا العظم ده يكش، بيبدا العظم ده اللي هو الشاسيه المشدود عليه عضلات الوش، الجلد بتاع الوش اللي هو مشدود ده كش. ايه اللي هيحصل؟ يبدا يظهر لنا الرينكلز او يظهر لنا التجاعيد بتاعه الوش، يبدا البني ادم يبان اكبر من سنه وهو لسه صغير. فاحنا دايما بننصح ان اي حد بيفقد اي سن لازم يروح بسرعه ويعوضه عند دكتور الاسنان عشان ما يبداش يحصل المشاكل دي كلها. طبعا ده بالاضافه ان احنا بيبدا عندنا طريقه المضغ ما تبقاش مظبوطه، اللي هي بالتالي بتاثر على مفصل الفك، نبدا نسمع صوت طقطقه، بنبدا يحصل تاكل في مفصل الفك. ليه؟ لان حصل التهابات للاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانه. طبعا بيحصل مشاكل تانية في الاسنان. خلي بالك يا دكتور ايمن ان الاسنان دي كلها في حاله حركه، اللي مثبتها في مكانها كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها. طب احنا لما نشيل سنه من النص حصل خلل في الثبات اللي موجود ده، فبالتالي يحصل خلل في رصه السنان الموجوده دي، تبدا السنان اللي قبليها تميل ناحيه الحته الفاضيه، تبدا السنان اللي قصادها تطول على حساب الحته الفاضيه، يبدا الثبات او الاكوليبريم ده اللي موجود ده كله يبوظ. فطبعا المضغه العضه نفسها هتبوظ اكتر، فالمفصل هيبوظ اكتر، فانت دمرت الدنيا كلها. اذا تعويض السنه ده واجب، ده شيء لابد منه. وطبعا احسن حل لتعويض الاسنان هي الزراعه. ان احنا بنحافظ على اسناننا من غير ما نبردها، من غير ما نلعب فيها، ونعوض السن بذاته عن طريق زراعيه محطوطه بيركب عليها الطربوش بتاعها بعد وقت معين وتبقى الدنيا كلها تمام. كان زمان الزراعه كلمه تخوف، كانت بتعمل هلع على ناس كتير. ولسه لحد دلوقتي ناس مش فاهمه ان التكنولوجي تطورت بالظبط، والتكنيكس الحديثه في زراعه الاسنان تطورت بشكل كبير جدا. ليه كان بيبقى عندهم هلع؟ لان زمان كان هو متخيل ان هو رايح يعمل جراحه كبيره، بيفتح فتح بالمشرط، الدكتور بيفتح يشوف يكشف العظم بتاعه عشان خاطر يعرف يشتغل، ويبدا ينشر في العظم ويدخل الزراعيه، وبعد كده يخيط، وبعد كده يقعد على انتيبيوتكس فتره لحد ما الجرح ده يلم، وبعد كده بعد فتره بعد 6 شهور يبدا يحمل على الزراعيه. دلوقتي التكنيكس الجديده والتكنولوجي والحرفيه بتاعت الناس اللي استخدمت الكلام ده سهلت الموضوع جدا. بقينا بنحط الزراعيه دلوقتي في 5 و6 و7 دقائق. ازاي؟ بقينا بنفتح فتحه صغيره عن طريق حاجه اسمها بونش تكنيك، يا دوبك زي الخرامه بتاعت الورق كده، فتحه بملي بنبدا نشتغل منها كل قصه الزراعه دي من غير اي مشرط ولا خياطه بعد كده، او ممكن نستخدم الليزر، يعني نفتح لنا فتحه برضو صغيره نقدر نحط فيه الزراعيه ونحط الكلام ده كله. التكنولوجي بتاعت معالجه السطح نفسها بقت عاليه جدا، بقت بتحفز العظم اكتر، بقت عامله زي المغناطيس اللي بيحفز العظم ان هو يبني على الزراعيه نفسها، فادتنا نتائج عاليه في وقت اقصر من غير تعب ولا الم والكلام ده كله.
زمان كنا بنكتب انتيبيوتكس حقن وبيديله انتي انفلاماتوريز وبنديله مسكنات كتير جدا كل ده حقن عشان خاطر يستحمل ما بعد الجراحه. دلوقتي هي حبيتين الدنيا بتبقى كويسه ومفيش اي مشاكل. طبعا فكره الاميديت امبلانت اللي هي انا عندي سنه بايظه فانا شلتها وقمت حاطط الزراعيه في ساعتها على طول ده احسن حاجه لان موجود الدنيا بتبقى لسه غنيه بالدم اللي فيه عناصر النمو والشفاء فبتحصل عمليه الهيلينج اسرع من تكون زرعايه سنه مفقوده بقى لها فتره طويله. كمان معالجه سطح الزرعه دي اللي هي الزرعه اللي هتزرع دي الزرعه اللي هتزرع اللي هو المسمار اللي هنحطه المسمار ده معالج معالج طبعا هو مش مسمار من عند الحداد يعني لا هو بيبقى معالج وليه ديزاين معين ان هو لما تيجي تربط الزرعايه بشكل معين العظم يعشق جوه الزرعايه عشان لما يمسك يدينا الثبات العالي في وقت اقصر ده اللي برضو خلانا بعد كده نقدر نعمل حاجه اسمها immediate اللي هي immediate implant immediate load ان هو المريض يخش يحط الزراعيه بتاعته ويخرج بالسنه بتاعته في نفس اليوم قال انت ممكن تحمل نقدر نحمل دلوقتي اذا كانت العظم ليها مواصفات معينه عندنا عظم كويس دنسيتي بتاعته او الكثافه بتاعته كويسه طوله وعرضه وسمكه الكلام ده كله طبعا بنعرفه الاشعه المقطعيه فيجي واحنا بنربط الزراعيه بنلاقي التورك بتاع الزراعيه عالي فبنقدر نحمل على الزراعيه في وقت صغير. قيمه الاشعه المقطعيه في الزراعيه الاشعه المقطعيه هي اساس التشخيص عامه يعني انا مش عارف الدنيا قبل الاشعه المقطعيه كنا بنتعامل ازاي. طبعا العلم بيتطور وكل شويه تقول احنا كنا بنعمل كده ازاي يعني احنا دلوقتي بنقول الناس من غير موبايلات كانت بتعمل ايه. فدلوقتي الاشعه المقطعيه اللي هي بتقطع لنا الفك لترانشات صغيره في كل الاتجاهات يعني عندنا بيجي لك فيو من قدام لورا مقطع عندنا فيو من تحت لفوق او فوق لتحت مقطع عندنا فيو اللي هو الكروس سكشن كده اهو فتقدر تمسك كل حته صغيره تكشف بقى على الاعصاب بتاعت السنه على تسوسات السنه تكشف على العظم اللي انت هتزرع فيه هل العظم ده طوله وعرضه وسمكه والكثافه بتاعته كويسه هل ده دلوقتي هل انا اقدر ازرع دلوقتي حالا ولا محتاج ستاب قبل الزراعه ان انا ازرع عظم وبعد كده استنى عليه واحط الزراعيه وبعد كده الدنيا في الاخر يوصل بسنينه كامله. فكل ده عن طريق الاشعه المقطعيه ما كن يعني هو ده اللي خلانا نعرف الكلام ده. قبل كده كانت الحاجات ال2 دي الاشعه المقطعيه طبعا 3 دي ثلاثيه الابعاد. ايام ال2 دي انت كنت بتشوف بلان واحد بس بتشوف المنظر عامل كده لكن الدبس بتاعك كان عامل العمق مش العمق شايفه. مش موجود ايوه فهو ده اللي وصلنا للنقطه دي. بالتركيبات والزراعه هل هم متنافسين ام زي ما بقول شريكي في الاخر شريكين بيطلعوا في الاخر نتيجه كويسه دول الـ 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 الشريكين المتعاونين اللي هم من غير بعض ما يقدروش يوصلونا للنتيجه دي. يعني لو زرعنا اسنان عشان نعوض السنه لازم نركب لها التركيبه الثابته فوقيها عشان المريض يقدر ياكل عليها. لو احنا دلوقتي عندنا حد زي الحاله اللي عندنا دي هو ما عندوش اسنان نهائيا لا فوق ولا تحت والدنيا بايظه خالص انا لو زرعت له زراعيه مكان كل سن ناقص العظم هيفلق مننا بالبلدي كده يعني تخيل كده حته خشبه حطينا فيها مسامير ضعفت هتفلق تمام ده اللي بيحصل فعلا في العظم فبنبدا ان احنا نحمل نوزع التحميل يعني نوزع الزراعات بطريقه عشان نوزع التحميل على الزراعات دي فبنبدا نحط في الفك ما بين 6 و8 زراعات ونحط بعد كده كباري تتحمل عليهم كلهم اللي هي التركيبات الثابته وبعد كده الراجل ده ياكل بقيه حياته باسنانه الثابته لان هو من حقه ان هو يفضل باسنانه لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته. هنا الحاله دي كانت قصتها كبيره شويه الحاله دي كانت لفت في كذا حته قالوا لها انت ما عندكيش عظم خالص في الفك يعني السكنس بتاع العظم كان قليل جدا ان احنا نقدر نحط فيه زراعيه. خلي بالك يا دكتور ايمن ان لازم حوالين الزراعيه دي يبقى فيه ملي من كل اول اراوند عشان خاطر الزراعيه دي تثبت ملي من كل ناحيه عشان خاطر الزراعيه تثبت ملي عظم ملي عظم لو انا ما عنديش الملي ده طب احنا هنعمل ايه؟ الزراعيه ليها سمك اقل سمك للزراعيه في زراعات دلوقتي 2.7 وفي حاجات اللي هي السمك بتاعها 2.7 وفي حاجات 3 و3 و3 فاحنا لازم 3 ملي ملي فاحنا لازم نحط معاهم 3 ملي ولا 3 سنتي لا سنتي لا ملي 3 ملي ملي سنتي سنتي ده حاجه ايه ده لمؤاخذه 3 ملي 3 ملي فاحنا لازم يبقى فوق ال 3 ملي ده في عندنا ملي اول اراوند يعني لو احنا قلنا يبقى اذا العظم لازم يكون سمكه المفروض ويس. يعني قول 5 مثلا ملي 5 ملي ما هو 3 و3 ملي وملي وملي يبقى ادي 5 فاحنا الناس دي لفت على كذا حته قالوا لها انت ما ينفع لكيش زراعه اساسا
فاحنا اخذناها ستيب 1، احنا هنخلي عندك عظم، انت ما عندكيش عظم، هنخلي عندك عظم. بدانا نزرع لها عظم في كل حته، بدانا نرفع الجيوب الانفيه لان هي طبعا كانت نازله عشان العظم ده كش، فبدانا نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم بتاعنا، واستنينا عليها 5 شهور، بعد كده حطينا الزرعات بتاعتها. في الحاله دي طبعا ما نقدرش نحمل بسرعه خالص، لازم كل حاجه تاخد وقتها عشان تمسك كويس قوي وتبقى جزء من الجسم. واستنينا على الزرعات دي كمان 5 شهور، وبعد كده هي بقت باسنانها الثابته بقيت حياتها. الست دي عندها 75 سنه، كانت بتقول لي انا مش عارفه استطعم ولا عارفه اكل ولا عارفه اتعايش، وعندها مشاكل في البطن ومش عارفه تتعامل بالاطقم المتحركه. وخلي بالك الاطقم المتحركه دي حاجه سيئه جدا، ان هي بتغطي السنسورز او الحساسات بتاعه الاستطعام اللي موجوده في الفم. ودايما هتلاقي دايما اي حد بيتعامل بطعم متحرك يقول لك انا بعد فتره الطقم وسع. هو وسع ليه؟ عشان العظم كش. بالظبط كده. الراجل ده ليه قصه كبيره قوي. الراجل ده هو مش مصري، كان هو عندهم عمل حادثه، اتعالج لمده سنه، كان العظم بتاعه مكسور بالاسنان اللي فيه لمده سنه وهم مش مثبته له. هو بيقول لي الحته دي بتلخلخ بس هم ثبتوها لي بسلك ومفروض الدنيا بقت كويسه. طبعا في الاكس ريز في الاشعه المقطعيه هو كان بيعمل بانورامات، فمش باين ان في حاجه كسر هنا في الحته دي، هم ثبتوها مفتكروا ان السنان اتحركت مكانها، واحنا لو فعلا لو سنه نزلت نقدر نحطها في مكانها ونثبتها لفتره هتثبت. لكن ما يعرفوش ان العظم اللي ماسك السنان كله بيتحرك. فده بقى طبعا بدا يعني يكون انسجه ما بين الحتتين العظم اللي موجودين، وبدات تمنع عمليه الالتئام بتاعه العظم كلها. فطبعا اضطرينا نفتح السنان، طبعا كلها بقت حالتها وحشه جدا، فاضطرينا نشيلها. فاضطرينا وبعد كده اضطرينا نفتح، واستخدمنا العظم بتاعه وكملنا له عظم بيجي في صوره باودر من عندنا، وثبتنا له الكلام ده كله، وبعدين حطينا الزرعات بتاعتنا، وبعدين في خلال 2.5 شهر بقى بالاسنان بتاعته اللي تحت دي. ما شاء الله بقى حلو جدا. وبياكل عليها وزي الفل. وزي الفل. ياكل حاله صعبه. جدا طبعا. هي الفكره كلها هو ليه عانى لمده سنه؟ عشان ما فيش دايجنوزس اتعمل له مظبوط. لو اتعمل له الدايجنوزس مظبوط بالاجهزه المظبوطه زي الاشعه المقطعيه هنقدر نوصل للكلام ده. برضو دي حاله فقد كل سنه. الحاله اللي فاتت دي هي دي كان يعني استخدمنا فيها تكنيكس كتير جدا عشان نوصلها للوضع ده. مبدئيا هو من فوق لتحت ده اخد 2.5 شهر تقريبا. احنا رفعنا الجيوب الانفيه واستخدمنا الزرعات المايله، في تكنولوجي بتاعت الزرعات المايله، لو انت عندك عظم صغير بتحط الزرعيه بميل معين وبيكون ليها راس بتاعتها واخده انجل معين تبقى طالعه لك في الوضع اللي انت عايزه في الاخر. فبدانا رفعنا الجيوب الانفيه فوق وحطينا الزرعات بتاعتنا. طبعا معظم الحالات بنشتغلها كلوز ساينس ليفتنج اللي هي بنرفع جيب الانفي من غير ما نفتح. بس في حالات بنضطر ان احنا نفتح ونحط العظم بتاعنا ونقفل تاني. تمام. هنا ما استخدمناش غير الكلوز ساينس ليفتنج، واستخدمنا الزرعات المايله تحت لان احنا كنا قريبين من الاعصاب. ولو حضرتك اخدت بالك ان في التركيبه اللي تحت احنا معوضين جزء من اللثه، لان احنا الفيرتيكال دايمنشن اللي هي العلاقه من الانف للدقن لما تقل عن المفروض هيبدا يحصل لنا الرينكلز اللي بتبان دي بان الرادلوك. بالظبط كده اهو. وغير كده يؤثر لنا على مفصل الفك جامد جدا. فاحنا لما بنيجي نقيس له ساعه التركيبات والكلام ده كله، لقينا ان احنا لو عملنا حجم السنين عشان يعوض الفيرتيكال دايمنشن دي السنين هتبقى كبيره قوي، فبنبدا نعوض جزء من اللثه في التركيبه بتاعتنا الثابته عشان خاطر نوصله للنتيجه ان دي لثه صناعيه. دي لثه صناعيه اللي احنا شايفينها هنا، عشان محدش هيعرف انها صناعيه خالص، احنا بس اللي عارفينه هو. تمام. ليه؟ عشان شكل السنان يبقى حلو ومرسوم حواليها اللثه كويسه ويقدر ياكل على اسنانه والدنيا تبقى زي الفل. عشان يبقى بس لانه شكل اللثه لازم يبان شكل. بالظبط. لان احنا الكادر بتاعنا اللي بيبان هي اسنان ليها اطوال شكلها كويس على وش البني ادم مرصوصه رصه معينه، جزء من اللثه بيبان اللي هو من 0 لـ3 لان اكتر من كده هيبقى ضحكه لثويه، فاحنا عايزين المنظر ده كله يبقى باين بالشكل المظبوط. مش مشكله هو كان عمره قد ايه، مش مشكله هو خسران سنانه بقاله قد ايه، مش مشكله اي حاجه، احنا المفروض نوصل له اللي هو عايزه. بالظبط. وهنا العظم بتاعه سمح ان احنا نحط تركيبات، عدد من التركيبات فوق. انا هقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن، المشكله ان الثقافه الجيل الجديد كله بقى فاهم ان احنا لازم نروح على طول نزرع لو حاجه فقدناها. في ناس اللي هي من زمان ما عندهاش الثقافه دي.
فطول ما هو سايب سنانه من غير زراعة او تعويض بيبدا العظم يكش يكش يكش. فمعظم الناس دي بنضطر ان احنا نحط لهم عظم عشان خاطر نرجع لهم مساحه او كميه العظم المناسبه عشان نحط فيها الزراعيه، لان ده نجاحنا. وهو في الاخر احنا مش عايزين نتعبه وندخله في قصص تانية، احنا عايزين يوصل لاحسن نتيجه من اول مره. هنا برضو هنا نفس القصه برضو زراعات كتير. آه. دي دي بس دي اشمعنى الفك الفوقاني هو اللي راح؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، دي في بلدها الوعي الطبي مش عالي او التكنولوجيا مش عاليه قوي، فهم كانت كل حاجه بتبوظ بتروح تخلعها. على فكره دي مش كبيره في السن، دي عندها حوالي 43 سنه، صغيره جدا في السن. خلصت بقها كله خلع ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، ويجي يقول لك احنا هنركب تركيبات ثابته نعمل كوبري وبتاع، ما يتعملش مظبوط فيسرب فيبوظ سنتين تانيين، فيقوم ساحب السنه اللي بعديها فيسرب فيقوم ده، لان هم مفيش تكنولوجي يعني الطباعه ثلاثيه الابعاد، مفيش فكره السارك، مفيش فكره الكات كام اللي هي بتدينا التركيبه المحكمه اللي مش هيخش حاجه على السنه اللي هي هتبوظها واحنا مش عارفين. فسحبت سنانها كلها، وبعدين طبعا كان عندها اكتئاب وكان عندها مشاكل اسريه بسبب ان هي ما عندهاش سنان، والعظم بتاعها كله كشل ان هي قعدت فتره طويله. فدي برضو اخذت مرحلتين، مرحله زراعه عظم ومرحله بعد كده حطينا الزراعات دي، وبعد كده مشيت بسنانها وكانت مبسوطه جدا جدا. يعني اعتقد ان هي كمان يعني الثقافه لازم تزيد في عمليه الزراعه دي بس. جدا. وبعدين يا دكتور ايمن الزراعه على طول في تطور، في يعني في حد بيقف عند فكره ان انا بعرف ازرع حاجه ستريت فورورد، عندي شويه عظم احط فيهم مسمار وخلاص، في حد بيقدر احنا هنرفع الجيوب الانفيه، في حد يدي الحل للي ما عندوش حل في حته تانية. فاحنا دايما بنحاول نطلع الحلول للناس اللي ما عندهاش حل في مكان تاني. الزراعه المواد المستخدمه بقى في التحميل بتختلف؟ يعني كتركيبات. تركيبات طبعا بتختلف. عندنا انواع من التركيبات كتير جدا، من اول البورسلين بتاع زمان، بس احنا بطلنا نستخدم البورسلين كبورسلين بالمعنى المفهوم. زمان كان بيعمل ايه فني المعمل؟ كان يجي يبني الشاسيه بتاع البورسلين ده. البورسلين ده بيبرع عن معدن كوبالت كروميوم وعليه بورسلين. الاول بيجي فني المعمل ينبني شمع، وبعد كده يدخله في جبس ويعمل له مخرج ومدخل، ويحط الكلام ده في الفرن، يسيح الشمع يخرج من المخرج، يحط معدن من المدخل، وبعد كده يسيبه ينشف يطلعه، وبعد كده يبني عليه البورسلين. مشكله القصه دي كانت ايه؟ اول مشكله، عمر ما ايد فني المعمل هتطلع اكيوريت ان هو يبقى محكم 100%، فلازم هيحصل ليك، لازم هيبقى بتسرب. تمام. دي اول نقطه، بدليل ان الرسام لو جبنا رسام مشهور جدا وقلنا له ارسم نفس اللوحه مرتين عمرهم ما هيطلعوا ايدنتيكال. تمام. الحاجه الثانيه، التمدد والانكماش بتوع المواد المختلفه تحت تاثير التبريد والتسخين مش زي بعض. فده كان بيعمل لنا ليك تاني. فلما ظهرت فكره ال 3D printing اللي هي الطباعه ثلاثيه الابعاد، اللي هو انا هصور الكوبايه دي ماشي، هدخل على الكمبيوتر شويه اوردرز، هطلعها الناحيه الثانيه من اي ماده معينه تتخرط بنفس الدايمنشنز بالظبط اكيوريت، ده ادانا نتائج 100% مفيش تسريب. فاحنا بطلنا نستخدم البورسلين، بقينا نستخدم الحاجات، يعني بقينا نعمل الميتال ده بقى يجي في صوره بلوكس بيتخرط وبعد كده يتبني بورسلين. بس بقى لسه عندنا مشكله ثانيه الطبيعيه. احنا طول ما احنا بنضحك سبحان الله السنه بتاعتنا ترانسلوسنت، فيها نسبه شفافيه بتعدي الضوء. تمام. الحاجه اللي جواها ماتل بتقفل الضوء ان هو يعدي، فدايما اللي حاطط تركيبه بورسلين فيوست ماتل لازم هيبقى فيه حاجه قطف الضحكه بتاعته، حاجه مش طبيعيه تفتقر للطبيعيه. فبدات الابحاث تتطور في صناعه التركيبات الثابته، فوصلنا للزركون. الزركون ده حجر بيتعمل منه التركيبات الثابته دلوقتي، عنده نفس الاستنس نفس القوه بتاعه السنه الطبيعيه، عنده نفس الترانسلوسنسي نفس الشفافيه، هو مش شفاف هو بيعدي الضوء بس، بتاعه السنه الطبيعيه. فادانا شكل جمالي كويس جدا وشكل طبيعي. هل احنا وقفنا عند كده؟ بقينا بندور، طب احنا الزركونيوم ده بنعمل منه سيكنس او سمك 1 ملم، ده اقل حاجه. يعني احنا محتاجين عشان نركب كراون طربوش على سنة ان احنا نبرد من كل ناحية السمك الواحد ملي. أيوه. فبدأ دخلنا في قصة الاي ماكس، بدأنا ندور على حاجة تانية ان احنا ناكل من السنة اقل، فلما نركب الكراون عليها ما نبقاش بوضنا ستو ستراكتشر بتاع ربنا اللي هو جسم السنة اللي ربنا مديهولنا، فالدنيا بقت كونسيرفاتيف اكتر، بقت محافظة اكتر. طب احنا لسه طمعانين، احنا عايزين حاجة جمالية اكتر واكتر. نزلت فكره الزيركونيوم المالتي لايرز.
متعدد الطبقات. حضرتك يا دكتور ايمن لو بصيت في المرايه هتلاقي ان السنه قريب من اللثه، اغمق سنه من الاطراف. ايوه. هتلاقي ان السنه قريب من اللثه، احنا قلنا ان هي ترانسلوسنت بتعدي الضوء، هتلاقي ان هي معتمه سنه اكتر من الاطراف. الاطراف شفافه اكتر. شفافه اكتر بالظبط. فالتدريجه بتاعت الالوان مع الشفافيه دي عملوا منها بلوك من الزيركونيوم بتبقى كذا طبقه فوق بعضيها عشان تدينا نفس الشكل ده. فبقينا نقدر نعمل سنه محدش يقدر يقول لك ان دي مش طبيعيه غير دكتور السنان، ومش هو قاعد قدامك لما يقعدك على الكرسي ويكشف كشف دقيق جدا فيقدر يطلع ان دي سنه مش طبيعيه. والعين على وفي فكره العين البشريه حساسه جدا طبعا، دي تقدر تحس ان السنه دي تشوفها كده يقول لك على السنان ديت ارتفيشال قوي. بالظبط. احنا بندور على الطبيعيه، احنا عايزين الناس تاكل بسنانها وفي نفس الوقت شكلهم طبيعي. الناس تاكل بسنانها ومحدش يقول ان هم عاملين اي حاجه حتى لو هو ما كانش عنده ولا سنه. على فكره المالتي لاير ده في دكاتره كتير جدا ما بتقدرش تطلعه على الكرسي السنان نفسه، صعب جدا لان هو لو هو معمول مظبوط بيبقى نازل تحت اللثه سنه ويبقى واخد نفس تدريجه السنان اللي حواليه، فمحدش يقدر يكتشف ان ده فيه حاجه مش طبيعيه موجوده هنا. هنا مثلا في الحاله دي، دي حاله تركيبات. دي حاله تركيبات. احنا كان عندنا في فرق في السنان كبير قوي. تمام. فرق في السنان ده، ده حد وكانت عندها مناسبه يعني عندها جواز بتاعها قريب، فهي عندها عقده من الموضوع ده وحصل مشاكل برضو بينها اسريه وبينها عندها في الاسره نفسها. فبدانا نحضر الاسنان دي. دي صعب على فكره الحاله دي طبعا. ما انت خلي بالك لانه انت مش هتقدر تعمل سنتين، تشتغل على سنتين بدل تشتغل على سنتين كلها. مستحيل. حضرتك خلي بالك احنا لو عملنا عوضنا السبيس دول على السنتين القداميين دول يبقوا سنتين كفار قد كده اهو. تمام. رابط. فبتبدا تقسم المسافه اللي موجوده دي على الاسنان اللي حواليها. ففي الاخر تاخد في الديزاين بتاعك رصه سنان شكلها حلو زي اللي تحت، ما حدش يقدر يقول لها ان انت عامله حاجه، لا شكلها طبيعي جدا وشكلها حلو جدا وسدت المشكله بتاعتها. وطبعا هي محكمه واكرت قوي ان هي تحافظ على السنان اللي جواها، لازم تبقى عامله زي الجراب، مفيش حاجه تخش للحاجه اللي جواها. الكراون اللي هو قواعد تكوين الكراون، تركيبه الكراون اهم حاجه فيها التقفيله. دي اهم حاجه. على الاطلاق. التقفيله وبعدين الشكل. لان التقفيله دي لو مش موجوده انا خسرت السنه اللي تحت. بالظبط. الشكل هيتظبط. يا انا مستحمله يا هروح اظبطه في حته تانية. لكن السنه لو مسربه، لو التربوش مسرب باظت السنه. باظت السنه. بس تبوظ في قد ايه؟ كل واحد غير التاني. كثافه الكالسيوم في السنه نفسها عندي غير عند حضرتك غير عند كل واحد. هي الفكره كلها ايه؟ احنا مش هقول لك اكل، لو انا بشرب عصير نقطه دخلت في الحته المسربه، النقطه دي تعفنت ماشي، بدات تطلع احماض، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ السنان دي عباره عن كالسيوم محطوط في مش في شبكه. تمام. بيبدا الاحماض دي تاكل في الشبكه دي فتفرط الكالسيوم الموجود ده، بيبقى اسمه التسوس بعد كده. تمام. قعد اشتغل، لو انا السنه دي ميت العصب بتاعها انا مش هحس، فجاه وانا باكل تك السنه اتكسرت بالطربوش بتاعها. هو المريض مش هيبقى فاهم ده حصل ليه، بس هي حقيقه هي حصل ان ده مسرب. ده انا وافقت ان انا شميت ريحه وسبته، انا وافقت ان انا شايف فيه تسريب وسبته، انا وافقت على حاجات كتير قوي فوصلت لي النتيجه دي. التركيبات التكنولوجيا لعبت برضو فيها دور كبير طبعا. فكره الكات كام والسرك زي ما قلت لحضرتك الطباعه ثلاثيه الابعاد دي، بقينا ناخد بعد ما ناخد مقاساتنا بطريقه دقيقه جدا، في حاجات بناخدها بكاميرات وفي حاجات بناخدها بمواد معينه دقيقه جدا، بننقل الكلام ده على الكمبيوتر بيدينا الشكل السنه بالظبط عامل ازاي، نبدا نبني عليه الديزاين، نبدا نخرط بدقه عاليه جدا. وخلي بالك يا دكتور دي ده تايم سيفنج من الدرجه الاولى. احنا هنا شايفين في الحاله دي برضو حالات جايب حالات صحراء. انا جايب الحالات دي عشان اقول للناس ان دايما في امل. ما دي حالات صحراويه. انت عندكش سنين مش معنى كده ان انت مش هتعيش بسنانك. لا هنرجعك بسنانك. بقيت حياتك. لا بس برضو تعمير الصحراء. تعمير الصحراء ده جامد جدا. هنا الـ كمان يعني ان انت بتالف عضه، ما انت ما عندكش عضه موجوده. دي من اصعب المشاكل. وهقول لحضرتك بصراحه لازم الديزاينر انا باخده معايا في حالات معينه لان دي شغلته. هو اللي عارف القفله دي هتبقى عامله ازاي. طبعا في طرق معينه بنستخدم حاجه اسمها فيسبو ده اللي بيدينا العضه في كذا اتجاه فنقدر نعمل عضه. ده بروجرام.
ده بيتربط ببروجرام يعني احنا بناخد العضه بطريقه معينه تتربط ببروجرام معين فتدينا العضه في كذا اتجاه فتقول لنا السنين لما تعمل لها الديزاين الفلاني لو عض يمين شويه او شمال شويه مش هيبقى عنده مشكله. دي تكنولوجيا يا دكتور ايمن. التكنولوجيا رائعه جدا. خدمت هنا زرع على كام زرع؟ انا الصوره مش قدامي. الايه؟ الصوره بس مش واضحه قدامي. لا دي على كام؟ على اربعه؟ لا دي كان سته. ستة؟ ستة ثلاثة يمين وثلاثة شمال بس هي مش واضحة في الصورة شوية. مش واضحة لسه. طيب نشوف الحالة اللي بعديها بقى، نشوف الحالة اللي بعديها. لأنه الحالة دي برضو حالة صعبة بقى. دي سنة واحدة. دي سنة واحدة ودي إميديت دي كان عندها جدر موجود ده اتشال واتحط له الزراعية. بس دي تعمل لها حاجة تانية غير كده؟ لا لا ولا أي حاجة تانية. هو ممكن نكون نظفنا أسنانها بس شوية، لأن إحنا أي حالة بتخش لازم ننظف الفم عشان ده مليان بكتيريا لو احنا مهملين فيه هتبوظ لنا اي حاجه بنعملها. فبننظف الدنيا وحطينا الزراعيه بعديها بكام ساعه بقت ماشيه بالسنه بتاعتها. حلو قوي. ودي عملت ايميديت لو تعمل دي ايميديت ودي كده كده كان برضو فرحها وعايزه تعمل ايه. بس هي المشكله يعني الناس تدينا وقت بدري شويه عشان خاطر تبقى الدنيا اسهل. دي بقى برضو من الحالات ده برضو الابيض يعني موضوع ان احنا مفيش سنان بالظبط وده برضو جاي لنا من بعيد. فكره برضو ان هو عظمه الناس قالوا له انت ما ينفعلكش زراعه اسنان وهو كمان كان مهمل قوي في التدخين والكلام ده كله في حاله الفم الصحيه فاضطرينا ان احنا نرفع له حاله الفم الصحيه بعلاج للثه والكلام ده كله وبعدين حطينا الزراعات بتاعتنا حطينا هنا بقى احنا ما حطيناش عظم واستنينا وحطينا زراعات لا احنا حطينا العظم مع الزراعات واستنينا عليها 3 شهور وبعد كده عملنا له ديزاين مظبوط وهنا انا فاكر الحاله دي عملنا حاجه ظريفه جدا الاشعه المقطعيه نفسها وصلناها بالسرك ادت لنا ايه او الدي اس دي ادت لنا ايه المكان الامثل اللي احنا نحط فيه الزرعات عشان خاطر لما نخلص السنان تتراص هيبقى شكلها عامل ازاي. فده قمه التكنولوجي ان انا قبل وانا على الصحراء عندي ديزاين موجود ان انت هتحط هنا الشجره دي هنا وهنا 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 عشان اللوحه كلها تبقى شكلها كذا. في ناس عندها خبره شويه في موضوع زراعة تقول لك ماشي انا بس سمعت انه الجبن ناس دكاتره ولا ناس لا انا بتكلم عن الناس اللي رايحه تزرع يعني المرضى يعني فيقول لك انا سمعت ان في قد تكون مشكله في الجبن الانفي ودي كتيره لو احنا نازل. ودي كتيره لو احنا سايبين درسنا فتره طويله وهنا تبدا بقى قصه رفع الجبن الانفي بالظبط ايه بقى قصه رفع الجبن زمان كنا بنشتغل بطريقه واحده بس ان احنا بنفتح اللي هي open sinus lifting بنفتح في اللثه وبنعمل ويندو صغير نرفع الجيوب الانفيه بنحط عظم وبعد كده نستنى شويه ونحط الزراعه بتاعتنا ده زمان. دلوقتي عملوا الكلوزد ساينس ليفتنج ان احنا من الفتحه اللي هي رفع الجيب الانفي بس من غير ما نفتح الفتحه احنا قلنا في الاول احنا بنفتح للزراعيه حاجه ملي صغيره قوي بانش تمام دلوقتي بقت من الملي ده بنقدر بنفتح بنوصل للجيب الانفي نبدا نحط مواد معينه سلاين وحاجات كده اهو نرفع الجيب الانفي لفوق شويه بعد كده نحط عظم فوق الحته اللي احنا فتحناها ما بين الجيب الانفي والفتحه بتاعتنا وبعد كده نحط الزراعيه بتاعتنا بنجاح عالي جدا. دي في الحته دي احنا هنا بنخلط الماتيريالز اللي احنا بنحطها العظم والكلام ده كله ده بنحط عليه سلاين وبعدين بنقوم كابسينه بطريقه معينه ده بالتفصيل بقى ده تفصيليا تفصيليا ازاي اكون العظم الصناعي ازاي بنحط العظم بتاعنا في اثناء الساينس ليفتنج الكلوز ساينس ليفتنج في اثناء رفع الجيب الانفي وهو مقفول من غير فتح اهو ده رفع جيب انفي بياخد وقت قد ايه قبل ما ده بياخد 10 دقايق واحنا في وسط ايوه لا بتكلم على بقى الالتهاب احنا بقى بنسيب بقى القصه دي مع الزراعيه اللي احنا حطيناها بعد ما رفعنا الجيوب الانفيه بنسيبها الوقت اللي هو 3 شهور لحد ما الدنيا دي كلها تمسك هو ده سؤالي ان احنا نقعد 3 شهور بالظبط كده ما ينفعش بقى في حاله زي دي حمل عظم مستحيل احنا قلنا عشان نحمل لازم عندي عظم بكثافه كويسه طول وعرض وسمك كويس نقدر نبدا نحمل لان هو هيديني ساعتها تورك عالي ونيشل ستابيليتي عاليه نقدر نتعامل فيها بس طبعا بيبقى في توصيات معينه للمريض في اول فتره. ديت من الحاجات اللي خلت حكايه الجيب الانفي اللي يمنعني من الزراعه خلاص سهلت الدنيا جدا سهلت الدنيا جدا زي ما احنا شايفين احنا حطينا الزراعه والعظم كله مسك اهو وبدانا نحمل على الزراعه والدنيا بقت ماشيه كويس. طيب كلمني عن العضه بقى. العضه انا عايز نقف شويه عند العضه. اوكي. العضه لو ما اتعملتش مظبوطه
ايه اللي هيحصل؟ هيبدا المريض ياكل بطريقه مش مظبوطه. هي على فكره العضه دي ناس كتير ما تفهمهاش، يعني ايه عضه؟ ده العضه ان هو في العضه دي بتبقى سنتريك، يبقى ان البني ادم بيعض في الوضع اللي في النص، واكسنتريك اللي هو في الاوضاع الجانبيه. العضه هي انه سنانك اللي فوق بتقفل على بعض، ازاي على سنانك اللي بالظبط كده دي العضه. ماشي، عشان نقدر نطحن الاكل. والانواع اللي انا قلتها دي انواعها. اللي انا هحكيه دلوقتي هي مشكله العضه لما تكونش مظبوطه، وبرده النتائج اللي هتحصل دي هي نفس النتائج لما يكون حد بيجز فترات طويله من غير ما يتعامل مع الموضوع ده، هي نفس القصه اللي حد اللي هو بيتعامل عادات سيئه اللي هو مثلا يحط حاجه في بقه فيعض، يقعد يعض عليها فتره طويله او يكسر حاجات في بقه او يفتح حاجات في بقه. ايه اللي بيحصل؟ نتائج الكلام ده بتبدا المريض يحس بيسمع صوت خروشه او طقطقه في المفصل بتاعه. ده بيبقى ايه وايه تطوراته وهنوصل لايه في الاخر؟ ده بيبقى الغضروف موجود ما بين راس المفصل والتجويف بتاع الجمجمه اللي هو بايت فيه راس المفصل. موجود الغضروف ما بينهم. الغضروف ده مشدود باربطه وثابت في مكانه بطريقه معينه. ده مفصل الفك. ده مفصل الفك. عشان ايه؟ عشان يفضل الحركه، هو ثابت والحركه بتاعت المفصل فيه موجوده. ايوه، تبقى تفضل موجوده من غير ما يحصل احتكاك ما بين راس المفصل والعظم اللي فوق. نتيجه العادات السيئه او العضه المش مظبوطه او الكلام ده كله، بيبدا الاربطه دي يحصل فيها التهابات شديده جدا، فيبدا الغضروف يتحرك مع فتحه البق وقفلته قدام وورا، اللي بتنتج عنها بعد كده صوت الطقطقه او صوت الخروشه. الطقطقه دي بتبقى عباره عن ايه؟ بيبقى الغضروف اتحشر في حته معينه فزانق المفصل ان هو يفتح، وطق هو عدى من الحته المعينه دي. تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل لو احنا سيبنا الكوز؟ احنا دايما عندنا في الطب بنقول ريموف ذا كوز، المسكنات والكلام ده كله دي حاجات انت بتشيل الاعراض. ماشي، لكن لازم نشيل الكوز. ايه اللي هيحصل لو احنا ما شلناش الكوز؟ اللي هو الكوز اللي هو العضه الخطا، العضه الخطا، او سواء ان احنا بنجز من غير ما نتعامل مع الموضوع ده، او سواء ان احنا مثلا بناكل لبان كتير قوي، او احنا بنحط حاجه نعضعض عليها فترات طويله. ايه اللي هيحصل لما احنا نسيب الكلام ده كله؟ هيبدا يحصل تاكل في الغضروف بتاع المفصل اللي موجود ما بين المفصل والتجويف. المشكله ان التاكل ده لو فضل موجود الغضروف ده هيقعد يتاكل لحد ما يتقطع. لما يتقطع هيبقى الفك علق وما بيفتحش ولا يقفل، ساعتها هنضطر نفتح جراحه. الجراحه دي نخيط فيها الغضروف ده ونثبته في مكانه. طب ليه نوصل للمرحله دي؟ لو احنا في الاول في المراحل الاولى هنبدا نشوف الكوز ونبدا نعالجه، يعني عندنا عضه مش مظبوطه نظبطها، نعمل نايت جارد في حاله الجز، نمنع العادات السيئه، ياكل اكل طري لفتره لو حد بياكل اكل ناشف والكلام ده كله. طب لو احنا عدينا مرحله وصلنا للطقطقه هنعمل ايه؟ بنبدا نرفع العضه بجهاز اسمه رافع العضه. العضه دي لما بتترفع بنعمل كده هو بالظبط، فنسيب يحصل عمليه الالتئام الطبيعيه للغضروف في مكانه فيخف المريض ده. طب انا عايز القصه دي تبقى بيرمننت زي ما اتفقنا او قلنا في الاول ان السنان كلها في حاله حركه، كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها. طب لو انا فتحت الثلاثه ملي ايه اللي هيحصل؟ هتبدا السنان اللي فوق واللي تحت تطول بمقدار ملي ونص، احنا مش شايفينه بس هو موجود، بدليل ان انا لما هشيل الجهاز ده هلاقي فيه سبيس ورا بمقدار الثلاثه ملي دول اللي هم بعد كده هيتقفلوا، لان السنان بتدور على بعضيها هتقفل بعضيها. فرفعنا العضه اللي ورا فحصل الهيلنج الكامل بتاعها، فخف ومنعنا ان هو يتقطع ولا يتاكل اكتر من كده. الجهاز ده بيتحط قد ايه؟ ده بيتحط من 6 شهور لسنه ونص. في ناس بس مش على طول يعني. لا 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 من 6 شهور لسنه ونص، والجهاز ده هو بيتعايش كل يوم قد ايه يعني؟ لا بيفضل بياكل ويشرب وينام بيه، اول اسبوعين بيبقوا مش ظراف بس بعد كده بيبقى حته منه، وبعد كده لما اجي اشيله حتى المريض بيبقى متضايق لمده اسبوعين كمان وتبقى الدنيا كويسه. النقطه كلها ان في ساعات الناس بتعالج الكلام ده بكورتيزون بكورتيكوستيرويدز وحاجات كده اهو، وده مش مظبوط، لان انت هنا انت شلت الالتهاب ما شلتش ما عالجتش المفصل نفسه، انت لسه عندك القصه موجوده. عايزك تكلمني على التركيبات الثابته والتجميل. التركيبات الثابته والتجميل، ايوه، مبدئيا خلينا نتفق على حاجه. كل واحد ليه بصمته، ليه شكل الكادر بتاعه، ليه السنان واللثة والمربع ده ان هو يبان، والشفايف انه يبان بشكل معين. يعني احنا ما ينفعش اقول ان انا هعمل دكتور ايمن تجميل اسنان انا هعمله الديزاين الفلاني انتر ركب. لا،
احنا لازم نعمل حاجه تليق على لون البشره، على شكل الوش، على الشغلانه بتاعه الراجل اللي عايز يعمل التجميل ده. تعمل تحليل الابتسامه وتصميم ابتسامه على اساس انت مين بالظبط كده. انت ازاي يعني لازم ابص للثه. طب انا اللثه عندي لما بيضحك بتظهر منها قد ايه؟ هل هي بتعدي 0 ل 3؟ يبقى احنا عندنا هنا ضحكه لثويه، لازم نبدا نعالج الضحكه اللثويه الاول. نبدا نرسم اللثه بالليزر، او نبدا دلوقتي الباتوكس دخل في الموضوع، او نعمل جراحه نسحب الشفه العلويه نخليها ما تترفعش قوي اثناء الضحك. تمام، ده حاجه. بعدين نبدا نصمم الابتسامه اللي هي لايقه على الراجل اللي رايح يعمل التجميل ده. نعمل له افتح حاجه تليق عليه. لان في ناس تيجي تقول لي انا عايزه جبنه، يعني عايزه سنان بيضه قوي. لا، هو انت دلوقتي السنان دي مش هتليق عليك، وعلى فكره انا في حالات برفضها بالسبب ده. لا، احنا هنعمل حاجه تليق عليك، لان في الاخر الحاجه اللي طالعه منك دي سينيه او امضاء مركز مكاتبي، دي خارجه من عندنا. فانت لما حد يشوفك وهو هيشوفها وحشه هيقول لك دي انت عاملها فين؟ هيقول له عاملها في الحته الفلانيه. احنا ما نطلعش شغل ده، احنا بنعمل حاجه اللي تنفع لك. فاحنا البصمه دي لكل واحد الحاجه اللي تنفع له. فاحنا نبدا نجمل التجميل ده حاجات كتير قوي. ممكن تبييض لو سنان مرصوصه، تقويم نعمل لها تبييض هتبقى الدنيا زي الفل واللثه حلوه مفيش مشاكل. ممكن يبقى في شويه اعوجاج في الاسنان نرصها بتقويم ونعمل لها تبييض هيبقى الدنيا برضو بعدها تجميل هتبقى الدنيا شكلها حلو. ممكن تبقى السنان مكسره ومسوسه وفيها عصب والكلام ده كله، نبدا نعالج الكلام ده كله في الاول، وبعد كده نعمل ديزاين لاسنان شكلها حلو ونركب له تركيبات ثابته اللي هي الكراونز اللي فوق السنان باحكام عالي جدا عشان ما تبوظش اللي احنا عملناه. ممكن يبقى في سبيسنج، في مسافات ما بين الاسنان كل سنه وبعضيها، نبدا نعمل فينيرز. الفينيرز دي برضو بيتعمل لها ديزاين، يعني احنا ما بنجيبش كيس فينيرز، احنا بنعمل ديزاين للاسنان دي على حسب شكلك وشخصيتك. لما هنلزقها على سنان فينيرز دي عامله زي قشره الضوافر كده، بتتعمل من الاي ماكس، بتبدا تتلزق على السنان بعد ما يتعمل لها ديزاين، تدينا رصه السنان الجميله دي بالالوان اللايقه على حضرتك. ودي اكتر حاجه كونسرفاتيف، اكتر حاجه محافظه، ودي اللي احنا بننصح بيها الناس اللي هي اسنانهم رصتها حلو بس هو عايز لون فاتح يبقى بيرمننت، ما بيتاثرش بالتدخين، ما بيتاثرش بالاكل بالكلام ده كله. لان التبييض بيرجع بعد فتره، فاحنا دلوقتي بقينا بندور احنا عايزين اللي هيجمل يبقى معاه حاجه بيرمننت، حاجه دائمه. مش دايما الدنيا زي ما بيقولوا بتبقى متسفلته، مش دايما الدنيا بتبقى دايما في عقبات، مفيش حاجه بتمشي كده. وساعات يبقى العقبه دي في الصوره زي ما تقول ايه، اقول لك ايه، لغم، حفره مش انت مش شايفها، ماشي كده كلب يطلع يهبش، يعني حاجات كده غريبة. يعني واحد جاي يزرع لك مثلا، يزرع سنان وفي مشكلة مش باينة، ما يبينهاش إلا الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، زي كيس دهني مثلا. كيس الدهني ده من أكتر الحاجات اللي بتشوفها لغم كبير. مشكلة لما بيتساب بيحصل له تطورات مش كويس. إيه هو كيس الدهني الأول وبيبدأ إزاي؟ واحد سنته سوست وسابها، وصلت للعصب، اخد مضادات حيويه، عملت له خراج، اخد مضادات حيويه ومسكنات هدي الخراج، بدا الصديد ده يتكون تحت الجدر نفسه من تحت. واحنا عارفين ان العظم بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. ايه دول؟ اوستيوكلاستيك ان العظم ياكل نفسه، اوستيوبلاستيك ان العظم يزود نفسه، وده الميكانيزم اللي احنا بنكبر بيه واحنا صغيرين. احنا عندنا ده كيس دهني كبير خرجناه، وده النوع حاجه اسمها او كي سي اودونتوجينيك كيراتوسيست، ده بيعامل معامله الاورام. هشرح لك الاول ايه هو كيس الدهني وبعدين هقول لك عملنا ايه مع ده. وش البني ادم بيكبر ازاي؟ بيبدا العظم يزيد من ورا ويبدا ياكل نفسه من جوه، فتلاقي الوش كبر مع اختلاف طفيف في سمك العظم. يعني احنا عظمنا ما بيبقاش كده يقعد يزيد عظم فالعظمه تبقى بالحجم ده كله، لا ده سبحان الله ان هو بيشتغل بالميكانيزمين دول عكس بعض. طيب ده نفس الميكانيزم اللي احنا استخدمناه مثلا في التقويم. لما بنعمل بريشر او ضغط معين على العظم بيبدا ياكل نفسه ناحيه الضغط ويبدا يزود نفسه الناحيه الثانيه فالسنه تتنقل من مكانها. ده بقى بيحصل بطريقه لما الصديد بيتكون تحت السنه نتيجه خراج فتره طويله بدون علاج بيبدا ياكل في العظم اللي حوالين الجدر. ايوه، لما بياكل في العظم ده بيكون اوضه، الاوضه ده اللي بيبقى التطور اسمه خراج مزمن. الاوضه دي بتبان في الاكس راي حته سودة كده بس مش محدده
الاطراف. الحته السوداء دي بتبقى مليانه صديد، مهما عالجت لازم تعالج الحته السوداء دي عشان خاطر السنه دي تتعالج. حد بيقول لك انا رحت للدكتور سنان عمل لي علاج عصب ولسه السنه بتوجعني، بيبقى هي دي مشكله بس الدكتور ما شخصش مظبوط. طيب لما بنسيب القصه دي ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الجسم يلاقي ان العظم بيتاكل عنده، فيبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز تبدا تبطن الاوضه اللي موجوده دي. لما التبطين ده بيكتمل ده اسمه الكيس الدهني. تمام، بيبدا بقى الكيس الدهني ده يتطور من الانفكتد ويقعد يتطور من العدوى، من اللي هو فيه صديد يعني. كيس دهني فيه صديد لحد ما يوصل لحاجه اسمها اوكي سي اللي هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست. مشكلته ايه ده بقى؟ الاودونتوجينيك كيراتوسيست ده احنا بنسميه سيست لايك تيومر. كيس دهني يعامل معامله الاورام. يعني ايه يعامل معامله الاورام؟ يعني لازم نشيله بسيفتي مارجنز. ليه؟ لان هو كيس دهني لما بيكبر لما بيوصل للمرحله دي بيكبر بحاجه اسمها فينجر لايك بروجكشنز، يبقى صوابع بيعمل زي زوائد كده يخترق بيها العظم. فالدكتور لما هيشيله هيطلع الصوابع دي بتفضل لسه موجوده. زمان البروتوكول بتاعها كان الاستئصال بسيفتي مارجنز. سيفتي مارجن يعني استأصله واستأصل حوالي حته امان بالظبط كده. دلوقتي استخدام الكرايو والليزر، كرايو ده اللي هو العلاج بالتجميد والليزر، بدأنا نقدر نموت الصوابع ده. الحالة دي احنا شلنا الكيس اللي فوق ده ولما تحلل لقيناه ان هو اوكي سي، بعد كده حطينا فيه بعد ما شلنا الكيس قدرنا ان احنا نشيل الصوابع اللي احنا قلنا عليها دي، معمول عليها بيبرز كتير قوي. والمرة جاي هجيب لكم اكس رايز بيفور وافتر وصلنا لايه. بدأنا نزرع عظم مكان الكيس دي. يعني احنا مشيلنا الاول الفينجرز دي، بدانا نزرع عظم في المنطقه دي. بدا العظم ده بنحط معاه بلازما وحاجات معينه عشان خاطر يشد حيله كويس، وبعد كده زرعنا جوه العظم اللي احنا زرعناه جوه الكيس. وبعد كده مشي بسنانه الثابته بقيت حياته من غير ما نستأصل زي زمان. انا ليه بحكي القصه دي كلها؟ عشان افهم اهمال في السنه من اول التسوس بالمراحل بتاعته ممكن يوصلنا لإيه. لا حلو قوي الشرح اللي انت شرحته لتكوين كيس دهني سببه ايه. بدات القصه بانه تسوس، واحد جاله تسوس وصل العلاج العصب وصل لمشاكل في العصب وعمال بقى يقول لك انا مش رايح انا همشي بالمضاد الحيوي هو في الاخر هيموت. الناس مش فاهمه ميزه البين. هو ايه البين؟ ده الالارم، ده المنبه اللي بيقول لنا اجري اتصرف انا عندي مشكله هنا. لما احنا بنطنش الالم لما احنا بنطنش الالم ده احنا نستحمل التطورات. فدي من اهم القنابل اللي بتواجهنا. يعني بنلاقي عظم بقى نلاقي كيس دهني كده كبير 3 في 3 مثلا، وتصرف بقى احنا انا عايز اقعد بسنين. لا استنى، احنا هنشيل ده وهنشوف ده قصته ايه وهننضف كويس قوي وهنحط لك عظم وبعد كده نحط لك زرعات وبعد كده احنا بنتصرف. بس احنا ليه سيبنا نفسنا من الاول نوصل لكده؟ هي دي النقطه. انت اسعدتني بهذا اللقاء جدا جدا، نزهه جميله في عالم طب الاسنان. اتفسحنا النهارده، خدتكم فسحتكم وفرجتكم على صحراء تم اعاده تعمير. صحراء فم مفيش سنان خالص، في فوق ولا تحت، وساعات فوق خالص مفيش، والدنيا يأست وعظم قليل. لا اتعلمنا النهارده ازاي حتى نحط العظم الموجود. طب كمان سنة بس مفقودة واحدة وفهمنا اللي هيحصل لو اتثابت، لا هنحط الزرعة فيها ونحمل، نحمل دلوقتي ولا نأجل التحميل؟ طب عندي جيب أنفي هرفعه ازاي؟ ما هذه قضية كانت مهمة طبعا جدا طبعا. عندي مشكلة جبارة اسمها كيس دهني، وحكينا قصة الكيس الدهني. الحقيقة الحكاوي العلمية كانت كثيرة اليوم. اللي بيميز لقائي معاك كم العلم اللي انت بتشرح، كم علمي رائع للغاية. وده مشاهد الدكتور انت بترضيله يعني زي ما بيقولوا طبيعته. طبيعه مشاهد الدكتور مش اي مشاهد طبعا. طبيعه مشاهد الدكتور خلاص، ده المشاهدين بتوعنا وصلوا للمرحله يقول لك لا انت ما ترضنيش بكلمتين كده وروح. دي خلت المريض جاي هو فاهم هو داخل على ايه، وهل الدكتور ده بيضحك عليه ولا الدكتور ده مش مظبوط. انتوا ثقفتوا الناس. الله يخليك، مش انا انتوا. دورت ربنا يخلي حضرتك. ضيف العزيز الاسم الكبير في عالم الاسنان والمتميز في ادائه العلمي والشرحي الدكتور كريم مكدي، كان في الدكتور. خليكم مع الدكتور.